السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة إن شاء الله دائما وأبدا. اليوم رح أعمل هذا الفيديو، مدته طويلة شوي، بس هذا الفيديو هو عبارة عن شرح كامل عن محتوى قناتي. كيف يعني شرح كامل عن محتوى قناتي؟ قناتي اسمها قناة منوعات تعليمية، وهي القناة بتحكي عن كل شيء. كيف يعني بتحكي عن كل شيء؟ تحكي عن التعليم، عن أخبار العالم، عن أخبار الدنيا، قصص أطفال، قصص واقعية، يعني بتحكي عن كل شيء، تمام؟ فأنا اليوم رح أحط بهذا الفيديو، من كل فيديو أنا عامله بقناتي مقتطفات منه، تمام؟ يعني رح أعطيكم لمحة بسيطة عن قناتي وعن محتواها بالفيديو يلي رح أحط لكم إياه هلأ، تمام؟ فهلأ رح تشوفوا أنتوا من كل فيديو أنا عامله مقطع صغير، تمام؟ فهذا المقطع الصغير رح يعطيكم فكرة عن القناة اللي أنا عاملها، وإذا حبيتوا أنكم تشوفوا الفيديوهات كاملة بإمكانكم تفوتوا لعندي على القناة. بتشرف فيكم وباشتراكاتكم وباللايكات تبعكم عندي بالقناة، تمام؟ فرح أحط لكم هلأ أنا هذا الفيديو، واللي بيحب يتفرج عليه هو حيكون مدته طويلة، ساعتين تقريبا أو أكثر شوي، بس إن شاء الله حيكون في شيء يعني ممتع ومفيد، تمام؟ فبإمكانكم تفوتوا هلأ وتشوفوا الفيديو وتتابعوا شو محتوى القناة تبعي، تمام؟ يلا هلأ رح نبلش. بس قبل ما نبلش، الله يخليكم، لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة يلي ما له مشترك عندي بالقناة، وتدعموني لحتى أحسن إني أكمل هذا المشوار الطويل واللي ما له نهاية مثل ما بيقولوا، تمام؟ فيلا خلينا نبلش. هلأ أول فيديو رح أعرض لكم إياه اللي هو فيديو أنا عملته عن قناتي، وشرحت بهذا الفيديو شو الفكرة من قناتي وشو الهدف من القناة اللي أنا عاملها هلأ ومشان شو وليش، تمام؟ فرح أحط لكم هلأ فيديو مشان نشوفه. اليوم هذا الفيديو أنا رح أحكي عنه ورح أشرح لكل المشاهدين اللي حيفوتوا على القناة عندي ويشوفوا شو محتوى القناة موجود عندي. أنا يا جماعة هاي القناة تبعي بتتضمن كل شيء. كيف يعني كل شيء؟ كل شيء تعليمي، كل شيء معلومات، كل شيء أخبار، كل شيء مفيد بهالحياة، كل شيء ممكن يساعد بطرق الحياة، من شراء، من بيع، من معاملات مثلا بألمانيا، تعليم، يعني كتير شغلات، ومن فتح حساب بنك، من تعاملك مع السوشيال ميديا، من تعاملك مع البشر، من تعاملك مع هالدنيا، من تعاملك مع التكنولوجيا، من تعاملك مع أي شيء بتخص الأطفال، يعني فيها قصص للأطفال، بتخص المجتمع، فيها قصص للمجتمع، فيها أخبار للمجتمع. يعني هاي القناة بصراحة هي اسمها قناة منوعات تعليمية، تمام؟ يعني أنا حنزل فيها كل شيء، يعني كل شيء أفكار مثلا أنا بشوفها، كل شيء أخبار بتجيني، كل شيء معلومات بتجيني عن السوشيال ميديا ولا عن برامج ولا عن أي شيء بيتعلق بالحياة، من أخبار، من كل شيء، يعني أي شيء بيكون فيه بفائدة بدي أحكي فيه، تمام؟ فأنا هذا الفيديو عم بحكي هلأ للناس اللي حيفوتوا يشوفوا شو هي القناة اللي هي قناة منوعات تعليمية. أنا قناتي بتحكي عن هذا الشيء والمواضيع كلها هي اللي ذكرت لكم اياها، تمام؟ بعتذر من الناس اللي بيحبوا الاقنيه يلي فيها اشياء خاصه، يعني انه اليوتيوبر يفوت يحكي عن اشياء الخاصه، ولا يفوت لداخل بيته بالكاميرا، ولا يفوت باموره وحياته الشخصيه بالكاميرا ويعرضها للناس. مع احترامي للكل، طبعا انا بحترم كل الناس، كل مين هاليوتيوبريه اللي عم يعملوا مثلا المحتوى اللي هو مثلا بيحكوا فيه عن حياتهم الشخصية وشو عملوا وشو ساووا وقديش اجاهم مصاري وقديش راح منهم مصاري وشو عم يدفعوا وشو عم يعملوا وشو عم يساووا. هاي الحياة، يعني هاي الشغلات انا بعرف انه بتفيد الناس كتير، الناس بتحب انه تشوف هالقصص، هي شو عم يصير، شو عم يعملوا، شو عم يصير بالدنيا. بس كمان انا في عندي وجهة نظر بصراحة، انا بالنسبة لي يعني هاي نظرية شخصية بصراحة، انه انا بصراحة يعني ما بفضل اني فوت الكاميرا على بيتي ولا على حياتي الخاصة ولا على اموري الخاصة، ولا انا احكي شو ساويت وشو عملت وامتى رحت وامتى اجيت وامتى اجاني ولد وامتى سقطت ولد. يعني هي الامور
برجع بقلكن أنا مع احترامي للكل، كل مين حر برأيه وكل مين هو بيعرف شو بده يساوي وشو عم يساوي وشو عم يعمل، فأنا ما دخلني بحدا. بس أنا عم بحكي هي الفكرة ليش؟ لأنه في ناس ما بيهم موضوع قناتي، يعني بيقول لك قناته هذا تعليمية فيها شغلات عادية، صحيح قناة الشيء اللي عم أقدمه أنا طبيعي وعادي تمام، بس في ناس الحمد لله فضل رب العالمين عم تقدر هذا الشيء وعم تفوت تدعمني، وبتشكر كل الناس اللي عم تفوت تدعمني بهي القناة. وبالنهاية يعني بالنهاية كل مين عنده قناة عم يفوت مثلا يشوف عندي فيديو بالقناة ويستفاد منه مثلا وما يشترك بالقناة، طب ما انت عندك قناة، يعني انت عندك قناة وانت بتعرف انه انت قديش بيهمك يكون في عندك مشتركين مشان انت تحسن بقى تستفاد من هالقناة اللي انت عم تشتغلها والمعلومات اللي عم تنزلها تمام. يعني بس بدي اعطيكم مثال بشغلة، انا هلأ اذا تفوتوا لعندي على القناة بتشوفوا القناة تبعي في عندي فيديوهين ثلاثة او اربع فيديوهات تقريبا عليهم مشاهدات تقريبا بحدود 2000-2200 تقريبا مشاهدة خلال شهرين او ثلاثة شهور. طب هدول 2200 ولا 3000 شخص يفاتوا شافوا هذا الفيديو واستفادوا منه، لو بس منهم 1000 واحد مشترك عندي بالقناة ما كانت القناة هلأ مشي حالها وماشي وامورها بخير؟ وهي ماشية طبعا الحمد لله، مو انه ماشي ماشي ورح تصير بإذن الله، بس انه هاي الفكرة يعني بفوتوا بيشوفوا مثلا الفيديو بيستفادوا منه بيستخسروا علينا لايك واشتراك بالفيديو. طب ليش؟ ليش يعني بس يفهم ليش؟ والله ما رح يأثر عليكم الاشتراك، ما رح يأثر. يعني اوكي وقت حتشترك بالقناة رح يجيك مثلا من عندي اشعار اذا نزلت فيديو بامكانك تعمل له حذف خلصي، ما في يعني خلص اذا ما لك حابب تشوفه او تشوفيه، فما بعرف يعني والله الله المستعان. يعني انا رح اعمل اتفاق معكم مثلا يلي بيفوت على قناتي بشوف فيديو بيتابعه وبيعجبه يعمل لي على الفيديو تعليق انه تم الاشتراك، وانا فورا رح افوت على قناته او قناتك واشترك نفس القناة، لانه نحن هيك لازم ندعم بعض، اذا ما دعمنا بعض هيك ما بيمشي الحال. فانا مثل ما قلت لكم بالنسبة لقناتي هي قناتي وهي المحتوى اللي انا عم اقدمه، وانا بيشرفني كل الناس وكل الاطياف تفوت على قناتي وتشترك بالقناة. ويعني انا ما بقول لكم قناتي بروفيشنال ولا بقول لكم قناتي يعني فيها كتير كتير شغلات بروفيشنال، بس عم اقدم اللي الله عم يقدرني عليه واللي انا عم بحسن اني اقدمه وشوف شو بحسن اني اقدم تمام. فهذا الموضوع انا حبيت احكي واعملكم فيديو خاص بالقناة عندي مشان كل مين بده يفوت عندي على القناة ويشوف المحتوى القناة ويشوف شو هي القناة يعرف شو محتوى القناة تبعي تمام. هلأ ممكن كبداية انا ممكن كبداية مثل ما يعني مثل ما كن شايفين قناتي فيها شغلات بسيطة معلومات بسيطة شغلات بسيطة اوكي ممكن ما تفيد ناس كتير يعني مثلا، بس يعني انا فيني قلكن انه انا كمان بدعمكن وانتو الدعم اللي بتكون تقدموا لي للقناة من اشتراك من لايك من متابعة رح تصير القناة ان شاء الله، وبعدين بعدين بالمستقبل رح تشوفوا شغلات كتير كتير حلوة. يعني بصراحة انا رح يعني انا ما بدي قلكن ما بدي كتر كتير بالكلام، بس يعني القناة ان شاء الله انا في هدف براسي انه ان شاء الله حتكون للخير، يعني مستقبلا ان شاء الله وتحصير فيه مردود حيصير في دخل حلو بالقناة ان شاء الله، راح يكون في افعال خير كتير 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 بإذن الله، وراح تكون باسم رب العالمين واسم القناة واسم المشتركين اللي حيكونوا بالقناة. يعني الناس حتقول يعني انت هلا تعمل مثل ابو فلة، ايه بدي اعمل مثل ابو فلة. يعني ابو فلة بصراحة انسان محترم جدا جدا، والشي اللي عم يقدمه بتمنى كل اليوتيوبرية الناجحين يقلدوا له ولو 1% لأبو فلة، لأنه بصراحة اللي عم يعمله شيء حلو وشيء ظريف وعم يقدم كتير شغلات لوجه الله والله حيبارك له. فمحتوى القناة إن شاء الله مثل ما عم بقولكم مستقبلا وقت اللي حتصير وحتنجح إن شاء الله راح تشوفوا شغلات كتير 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 حلوة إن شاء الله، وراح تسر الجميع لأنه راح يتقدم باسم القناة واسمكم أنتم كمشتركين عندي بالقناة، راح يكون إن شاء الله شيء بيرفع الراس وله كتير إن شاء الله فوائد وثواب كبير ان شاء الله عند رب العالمين. ما فيني احكي انا كتير يعني انه شو، لانه الواحد لازم بيقولوا لك انه اذا عطيت بايدك اليمين ما لازم تدرى ايدك الشمال شو انت عم تعمل، بس انا بالمستقبل وقت حيكون هذا الشيء صاير رح ينعرض شغلات من النجاحات اللي عملناها، بس شغلات لا رح ينعرض صور اشخاص ولا رح ينعرض
اسماء اشخاص انه والله احنا عطينا واحنا عملنا واحنا لا، اي شغلات كلها خاصه بالناس اللي عم تاخذ من مال رب العالمين ان شاء الله اذا الله يسرنا ونجحت القناه. ما راح يكون منا نحن فضل، منا حيكون فضل من رب العالمين ان شاء الله. فلا ما لازم يتصور هذا الشيء كلياته يعني، بس راح نتصور شو المشاريع اللي انعملت ان شاء الله. تمام تمام يا اخواتي، هذا هو موضوع قناتي وهذا هو مشروع قناتي، وان شاء الله انا بدعمكم وانتوا اذا حابين نكون نحن في إلنا بصمه بهالحياه، فبتمنى انه تدعموني وتشتركوا بالقناه. وهلا كل الناس حتقول اوكي هذا هلا عم يحكي حكي انه بكره بس يصير يتصور ولا ما عاد نسمع عنه شو لا عاد نشوفه، لا هذا الكلام مو مزبوط. ليش؟ من اول شغله هذا عهد بيني وبين رب العالمين، رب العالمين هو عالم بالنوايا وهو عالم بكل شيء، وتاني شغله هذا عهد بيني وبينكم انتم. تمام، فهذا الشيء راح يكون ان شاء الله قول وفعل باذن رب العالمين، واذا الله راد واذا الله كتب لنا نكون هيك ان شاء الله. تمام، فرجاء اذا عجبكم الموضوع، عجبكم محتوى القناه والشيء اللي حكيته واللي بدنا نعمله، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك دائما للفيديوهات حتى نحسن نكبر اكثر واكثر واكثر ونحسن نقدم شيء لهالمجتمع باذن الله. تمام، هذا كان الفيديو تبعي لليوم بالنسبة لموضوع قناتي حتى تعرفوا شو هو محتوى قناتي. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا عنا الفيديو الثاني، هذا راح يحكي عن طريقة إنشاء منتدى. كل مين حابب يعمل منتدى بإمكانكم تفوتوا على هذا الفيديو وتشوفوه بقناتي. تمام، هلا أول شغلة لازم نسويها بدنا نفتح على جوجل. تمام، نفتح على جوجل هون. بعد ما نفتح على جوجل نكتب على كلمة أحلى منتدى. تمام، بس تكتب على كلمة أحلى منتدى نعمل بحث، حاطين لك هون اول شيء شوف منتدى مجاني، نكبس عليها. بعد ما نكبس على منتدى المجاني حاطين لك هون شوف الاسم. تمام، الاسم هو الموقع نفسه هون. تمام، وانت هون بتحط اسم، بس طبعا قبل ما نحط اسم نكبس على هاي اللي هون PHP BB2. تمام، بعد ما نكبس عليها عم بيقول لك هون انشاء منتدى، بتقول له هون تابع. بعد ما تقول له تابع هون عم يقول لك حط عنوان المنتدى، يعني شو بدك تسميه للمنتدى انت، شو الاسم بدك تسميه للمنتدى. لنفترض بدك تسميه مثلا منوعات، ماشي. هون تحت عم يقول لك حط الوصف، شو عن شو بيحكي المنتدى تبعك اللي بدك تعمله. خلينا نقول عن البرامج التعليمية. هلأ عنا الفيديو الثالث بيحكي عن طريقة إنشاء قناة على اليوتيوب، بالإضافة في طريقة إنشاء حساب جيميل. تمام، الاثنين مع بعض. فهذا الفيديو هلأ رح تشوفوا مقطع منه عن هذا الموضوع. تمام، هلا اول شغله لازم نساويها لازم نفتح على متصفح الجوجل كروم. تمام، مشان نعمل القناه من متصفح جوجل كروم نفتح على جوجل كروم، هذا هو. بعد ما نفتح عليه بيطلع لنا هيك هي الصفحه. طبعا هي الصفحه انا موجوده اللي هي قناتي. تمام، بس انا ما بدي هلا هي الصفحه، مثلا راح اقول له يرجعني على الصفحه الرئيسيه يلي بتطلع بالجوجل كروم مشان ورجيكم كيف الطريقه. تمام، هلا الصفحه بس نفتحها بتطلع هيك. تمام، اول شغله لازم نساويها عندنا هدول النقط اللي موجودين فوق شايفينهم، نكبس عليها ونحط على وضعيه الكمبيوتر انه يصير مثل نحن عم نشتغل على الكمبيوتر. تمام، هلا بعد ما حطينا هي الوضعيه تبع الكمبيوتر بنكبس على اليوتيوب، شايفين هي اليوتيوب، نكبس عليها بيقوم تطلع لنا الصفحه هيك، شايفين الصفحة طلعت لنا هيك.
بس تطلع الصفحة هيك بنكبس نحن عنا هون على شايفين هاي الصورة هلا هون بنكبس عليها هون. طبعا هو يلي عامل حساب جيميل عنده حساب جيميل من زمان لحاله تلقائيا بيفتح لك حساب الجيميل اللي انت عامله موجود هون على القناة تلقائيا بيفتح لك اياه. تمام. نحن بدنا نغير هذا، شو بدنا نساوي؟ بنكبس على تبديل الحساب، شايفين كلمة تبديل الحساب؟ بنكبس عليها بيطلع لنا هون. نحن شو في عندنا موجود عندنا أقنية، ما بدنا هدول نحن، بننزل بنكبس على شو؟ على إضافة حساب، شايفينها؟ هي هي. بعد ما نكبس على إضافة حساب بقوم بيفتح لنا هو بأنه هون إنه أنا مثلا في عندي مثلا حسابات، في عندي حساب اثنين موجودين عندي على الجهاز، أنا بدك تختار من هدول الحسابين شيء ولا لا بدك تعمل حساب جديد. معلش سامحوني كنت حاطط لغة الجهاز على الألماني بس نسيها والله نسيت، هلا رجعت زبطته عدلته على العربي. تمام. بعد ما نكبس على هي الكلمة بأنه هون إنه بدك تحط إيميلين مثلا، في بدك تحط واحد منهم ولا بدك تعمل حساب جديد، أنا رح أعمله لا إضافة حساب إلى الجهاز يعني حساب جديد، بكبس عليها. بعد ما اكبس عليها هون، هون عم يقول لي بقى انت انه بدك تدخل ايميل، عندك ايميل ولا لا ما عندك؟ انا بقول له ما عندي، اكتب له هون على هي الكلمة بحط كلمة انشاء حساب. عم يقول لك الحساب بدك يا شخصي لإلك ولا لادارة نشاط التجاري، يعني انه اذا في عندك شيء قناة حتعملها تجارية ولا قصة وكذا، بدك يا هيك ولا هيك؟ انا بقول له لا لنفسي. هون عم يقول لك حط الاسم الاول والاسم الثاني. تمام. إذا حابين تحطوا أسماءكم النظامية على القناة بتحطوا أسماءكم النظامية، تحطوا فوق الاسم وتحت اسم العيلة. تمام. أنا مثلا رح أكتب له محمد مهمد، وتحت رح أكتب له مثلا اسم العيلة نفطر محمد مو. تمام. محمد مو. بس تكبس على هدول الخيارين نحط اسم القناة ونقول له التالي. تمام. بس نقول له التالي يوم بدنا نحطوا تاريخ الميلاد، بنحط تاريخ الميلاد 01/8/1986، جنس تحطوا ذكر او انثى، ذكر. بعدين بنكبس له التالي. هون هلا عم يقول لك انت اختار شو حابب تحط اسم، مثلا انا بدي احط اسم محمد خلينا نقول محمد مو. تمام. 3 7 ماشي. وبنعطيه التالي. شايفين شو اعطاني؟ اعطاني هون كلمة انه هذا الحساب اذا بدك تحط هذا الاسم، هذا الاسم موجود فلازم انك انت تختار اسم تاني. فنحن رح نغير الاسم، نحط اسم تاني مثلا، نقيم الارقام محمد 3 7. تمام. مثلا محمد و 7 3 7. هنجرب نقول له هلا بيعطينا. ممتاز اخده. شايفين بس نقلني على الصفحه الثانيه معناتها عم يقول لي انه الحساب انأمل. تمام. انه قبله للحساب. فهلا هون عم يقول لك حط كلمه سر، فنحن رح نحط كلمه سر. هلا هون حطيت كلمه سر انا، بس حط كلمه سر بقول له التالي. هلا هون عم يقول لي حط رقم موبايل، رقم موبايلك. تمام. رقم الموبايل اللي بدنا نحطه لازم نحط رقم الموبايل، ليش؟ مشان يتاكد الايميل. تمام. مشان تاكد الايميل تبعك. هلا انا حطيت هون رقم الموبايل، بعد ما حطيت رقم الموبايل بقول له التالي. ليش؟ مشان هلا يبعث لي رساله التاكيد على رقم موبايلي مشان اكد الرقم وحطه اكد الايميل. نستنى عليه شوي لحتى يبعت الرسالة. هلا أنا وصلتني الرسالة، هلا لازم حط الرقم. تمام. هلا أجاني الرقم أنا، بعد ما أجاني الرقم راح أحط الرقم عندي. تمام. وبقول له التالي. هلا هون عم يقول لي هل تريد إضافة رقم هاتف، وعم يعطيني مثل ما كنتم شايفين هون شغلات، مثلا سيتم استخدام رقم هاتف الأغراض التالية، إعادة تثبيت كلمة المرور، تلقي مكالمات الفيديو والرسائل وهالقصص هي كلياتها. تمام. بنزل أنا آخر شيء لتحت. تمام. وبقول له اذا بدي موافق بقول له موافق، او بقول له تخطي. تمام. فانا هلا رح اقول له تخطي.
هلا هون عم يعطيني، عم يقول لي انه هي اسم حسابك اللي انت عملته على الجيميل، تمام، و انه هون هلا مش الحال هذا الحساب، تمام. انا هون رح اعمل له هلا هون التالي مشان نكمل الخطوات. هون عم يقول لك بدك تخصيص سريع، تمام، انه على السريع هلا تخصصها، ولا بدك تخصيص يدوي بخمس خطوات، يعني تخصيص دقيق. فانا بقول له مشان السرعه بقول له تخصيص سريع، بعدين بقول له التالي، بنزل لتحت هون اخر شيء، وبعطيه تاكيد انه على هاي المعلومات اللي انا قراتها. كمان برد بنزل لتحت، كمان برد بعطيه اوافق على المعلومات كمان يلي قراتها. هلأ عنا الفيديو رقم 4. هذا الفيديو بيحكي عن برنامج بتنزله عندك على الموبايل بيساعدك بأنك تختار كلمات مفتاحية لكل فيديو بدك تنزله عندك على القناة، مشان ينوجد فيديو تبعك بمحركات البحث أكثر، تمام. فهلأ كمان حتشوفوا هذا الفيديو مقطع منه وشرح عن البرنامج. هلأ البرنامج هذا هو اسمه تاج يو، بتفوتوا على سوق بلاي، تمام، او اللي عنده ايفون بفوت على الابل ستور، بتكتبوا تاج يو، هي اشارة البرنامج، تمام، بتنزلوه عندكم على الموبايل. بعد ما بتنزلوه بنفتح على البرنامج. هلا بعد ما فتحنا على البرنامج بيعطيني هي اللائحة مثل ما لكم شايفين هون، تمام. اللائحة موجودة عندنا هون، مثلا اول كلمة اقتراح كلمة رئيسية، تمام. تاني واحدة احصل على علامات من الفيديو ORL اللي هو الروابط، تمام. يعني هلا بشرح لكم اياها، دراسة الخصم، تمام، بناء روابط اذا بدك تعمل رابط خصوصي فيك بقناتك او خصوصي بشيء انت معين بدك تعمله. بس انا رح احكي هلا عن ثلاث نقاط، رح احكي عن واحدة تنتين ثلاثة، هدول ثلاث نقاط رح احكي عنه، تمام. هلا عنا اول وحدة مثلا مثل ما قلت لكم، انا بدي الفيديوهات تبعي تطلع على محركات البحث اللي على جوجل ولا جوجل كروم ولا يوتيوب ولا مواقع تانية، تمام. ففي كلمات مفتاحية لازم الواحد يحطها بالفيديو وترفعه عنده على القناة. هاي الكلمات المفتاحية كتير كتير مهمة، بتساعد انه حدا يعمل بحث على فيديو معين يطلع الفيديو تبعك بمحركات البحث. يعني ما فينا نحط اي كلمة مثلا على كيفنا، والله انا خطر على بالي مثلا انه عم بعمل فيديو عن الطبخ، مثلا انه والله اكتب اسم الفيديو، اسم الفيديو اليوم طبخنا كوسة بلبن، شاهدوا اكلة الكوسة بلبن، ما بيمشي الحال، تمام. ففي كلمات معينة لازم تنكتب وتنحط على الفيديو، واسم الفيديو الكلمات المفتاحية تبع الفيديو، تمام. هلا رح نبلش اول وحده، مثلا رح نفوت على كلمه اقتراح كلمه رئيسيه، حنفوت عليها يطلع لنا هيك. هلا نحن لازم هون مثل ما شايفين مكتوب عنه هون استعلام الادخال الى اختيار، هون بكبس عليها لازم حط الكلمه. مثلا انا شو بدي، مثلا انا عم بعمل فيديو مثلا افترض عن قصص الأطفال قبل النوم، فوتوا على القناة عندي يشوفون قصص كتير حلوة للولاد قبل ما يناموا ويسمعون حلوين. راح أكتب مثلا قصص أطفال قبل النوم. هلأ بس أعمل هيك بكبس على كلمة التحقق من، بكبس عليها، مثل ما كن شايفين طلع لي بالبحث هدول الكلمات. هلا شو معنات هدول الكلمات؟ معنات هدول الكلمات انه هدول الكلمات يلي بتجي نظامية على كل محركات البحث بالانترنت. يعني انا مثلا بدي اعمل هلا مثلا فيديو عن القصص، لازم اكتب هدول العبارات، لانه هدول العبارات وتفوت حدا يعمل بحث على قصص اطفال بيطلعوا هدول العبارات، هدول العبارات المعترف عليها والكلمات المفتاحية للمحركات تبع البحث، تمام. يعني مثل ما كنت شايفين حطيت له انا قصص اطفال قبل النوم، اعطاني شو لازم اكتب. هون عنا مثلا قصص اطفال قبل النوم، قصص اطفال قبل النوم قصيره جدا، قصص يعني شايفين قصص اطفال قبل النوم باللغه العربيه الفصحى. هذول الكلمات
انا لازم ساعتها استعملهم على اسم الفيديو اللي بدي اعرضه عندي على القناة. تمام، بختار انا مثلا واحد منهم وبحط الاسم بدي اياه وبعدل عليه تعديل بسيط، ما في مشكلة. انا مثلا حبيت مثلا هي عنا قصص اطفال قبل النوم، تمام، قصص اطفال قبل النوم، وبامكاني مثلا نضيف قدامه شخطة شو اسم القصة، مثلا قصة ليلى والذئب، قصة الارنب، قصة السلحفاة والارنب، نضيف عليها الشغلات ما في مشكلة، بس المحركات البحث بتلاقي هي الكلمات. تمام، هي شغلة. نرجع لورا، اتفقنا انه هي كلمة اقتراح كلمة رئيسية. انتو شو الفيديو اللي بتكون تنزلوه عن اي شيء بيحكي عن طبخ، عن اي، تكتبوا شو اول كلمتين من الفيديو بكون تحطوه، تعملوا له بحث، بيعطيكم الكلمات المقترحة اللي بتطلع بمحركات البحث. تمام، هاي خلصنا من واحدة. عنا الثاني، لنفترض مثلا دراسة الخصم. دراسة الخصم شو معناتها؟ انه انت بدك تعمل فيديو قصص اطفال، تمام، بدك تكتب هاي الكلمة انت هلا وتشوف الناس شو عامل فيديوهات عن هالشيء هذا، شو حاطين كلمات. هنفوت عليها كمان، بنحط على هون قصص اطفال، نشوف شو بيطلع لنا هلا، بنقول له التحقق من. تمام، هلا مثل ما لكم شايفين طلع لنا هون انه في حدا حاطط، هي هون في عنا هون حدا حاطط الاميره ميراندا والامير البطل، كاتب هي العبارات. تمام، بس هو العبارات اللي بتيجي صحيحه مثلا هدول اللي محطوطين تحت، شايفين قصة الملك والملكة، حكاية خرافية عربية، حكاية اول شيء فيلم انيميشن. تمام، فهي الكلمات اللي لازم انه تنكتب لهيك قصص مشان تطلع بمحركات البحث. تمام، هلا عنا الفيديو اللي بعده كمان رح يحكي عن محتوى جديد كمان عندي بالقناة وبستعمله عندي بالقناة كتير، اللي هو قصص الاطفال قبل النوم. تمام، كمان كتير محتوى ظريف للأطفال، الأطفال بيحبوا قبل ما يناموا يسمعوا قصص هيك مشان إنه يناموا يلتهوا فيها. فهذا محتوى أنا كمان عامله عندي بالقناة، رح أسمعكم هلا مقطع من قصة أنا عاملها عندي على القناة. والحكاية اليوم كتير حلوة واسمها حكاية فلة والأقزام السبعة. شو اسمها؟ اسمها فلة والأقزام السبعة. كان يا مكان في قديم الزمان، كان يوم من الأيام في ملكة قاعدة على الشباك تبع القصر تبعها، وهي قاعدة على الشباك تبع القصر تبعها كان الجو كتير برد وكان عم ينزل تلج، والتلج كان عم ينزل كتير 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 كان عم ينزل، وكل الغابة والمكان اللي قدام القصر كان تلج أبيض. فهي قاعدة الملكة على الشباك كانت زعلانة، وقاعدة كانت عم تخيط كنزة، عم تعمل كنزة بالإبرة والخيط. وهي عم تساوي هاي الكنزة بالإبرة والخيط، عم جرحت إصبعتها من الإبرة، طلعت هيك على إصبعتها، عم صار ينزل من إصبعتها دم، عم نزل الدم من الشباك تبعها على التلج لتحت، عم شافت التلج قديش أبيض كتير، التلج كله أبيض أبيض، وشافت الدم تبعها قديش كان لونه أحمر وكان حلو لونه كتير على التلج. المهم هاي الملكة ليش كانت زعلانة؟ كانت زعلانة لأنه ما بيجيها أولاد، ما عندها أولاد، فكانت هي زعلانة أنه بدها أولاد، حابة أنه يجيها أولاد. عم بهذا اليوم شو تمنت؟ تمنت من رب العالمين أنه ربنا يرزقها ولد يكون شعره أسود كتير كتير كتير، يعني يكون شعره هيك لونه أسود كتير وحلو، ويكون جسمه أبيض كتير كتير كتير، إنه مشان يكون هيك شكله حلو، شعره أسود وهو أبيض. فالمهم تمنيت هاي الأمنية وقالت يا رب تطعمني هيك. والله بعد أيام وبعد فترة رب العالمين رزقها وإجاها بنت، إجاها بنت كتير حلوة مثل ما بدها، إجاها بنت شعرها أسود أسود وجسمها أبيض أبيض، كتير كتير حلوة البنت، بتجنن. فهي شو سمتها؟ سمتها يوميتها فلة، وفي لها اسم تاني كان اسمه بياض الثلج، تمام، لأنه هي كتير كتير بيضة كانت وشعرها أسود وحلو، فسمتها فلة. المهم بعد ما أجت هالبنت
بفترة قصيرة تقريبا هي الملكة ماتت. ماتت بعد ما ماتت هي الملكة، تركت هي البنت يا حرام هي وأبوها بالقصر. فهي فلة صغيرة كانت وظلت عايشة مع مين؟ عايشة مع أبوها. أبوها الملك بعد ما توفت هي الملكة، بعد ما ماتت، شو قرر هذا الملك؟ قرر أنه يتزوج واحدة تاني، لأنه ما بيحسن يعيش لحاله، بده يتزوج واحدة تاني. هلأ عنا الفيديو يلي بعده بيحكي عن طريقة رفع الفيديو بقناتك بطريقة احترافية، ولازم تعمل الإعدادات تبع الفيديو تكون إعداداته ممتازة مشان وقت اللي ينزل على القناة يكون جاهز بالنسبة لكل شيء، بالنسبة لمحركات البحث، الكلمات، المفتاحية، كل شيء. فرح نحكي عن هذا الفيديو هلا. بس تفتح على الجوجل كروم بيطلع لك الصفحة تبعك هيك اللي انت فاتحها تبع قناتك اللي هي على اليوتيوب، تمام؟ بس تفتح الصفحة هاي انت او انتي بتكبسوا على هاي الكبسة، تمام؟ بينقلك على كل شيء فيديوهات بنزلها عندك انت بالقناة، تمام؟ شو المهم بهذا الموضوع؟ المهم بهذا الموضوع انت مثلا نزلت فيديو عندك بقناة، تمام؟ بعد ما تنزل الفيديو مهم جدا انك تفوت وتعمل عليه تعديلات. شو هي التعديلات؟ تكبس عندك هون على هاي الكلمة، مثلا عنا هذا الفيديو تبع ويلكم، هذا الفيديو شرحت عنه انا عن محتوى قناتي، واللي حابب يفوت يشوف شو محتوى قناتي وشو الهدف من قناتي، تمام؟ حنفوت عليه مثلا هلا نعمل تعديل. شايفين طلعنا هدول الخيارات، راح نكبس على زر القلم، تمام؟ نكبس عليه وبيفتح لنا على هي الصفحة، تمام؟ هلا بس فتح على هي الصفحة مثل ما كنتم شايفين محطوط عنا هون انه تعرفوا على مشروع محتوى قناتي، هذا الفيديو خاص بالزوار الذي سوف يدخلون على قناتي، الرجاء شاهد للآخر، تمام؟ هلا شو المهم عنا نحن هون؟ المهم عنا هون الوصف. انت الوصف وقت بدك تفوت تعمل تكتب بالوصف تبع الفيديو تبعك، اول شغله بتكتب انت شو مكتوب فوق عندك، شو هدف موضوعك، تمام؟ بعدين تنزل على الوصف بتكتب هون بالوصف شغلات ومعلومات عن الفيديو اللي انت عامله، هذا انه شو بيحكي هذا الفيديو، ليش هي الفكره، ليش لازم تعمل انت هيك؟ لانه انت اي شيء بتذكره هون بالوصف، تمام، يسهل موضوع انك انت وقت حدا بده يعمل بحث بجوجل على اي شيء، مثلا بده يتعرف مثلا اذا حدا واحد عم يكتب انه مثلا تعرفوا على مشروع الهندسه، تعرفوا على مشروع الطب، تعرفوا على مشروع الغناء، تعرفوا على مشروع كذا، تمام؟ فكل ما حدا بيكتب هذا الشيء عن بجوجل بيقوم بيطلع له تقريبا شو الكلمات المتقاربه لانت الفيديو تبعك بالبحث، تمام؟ فنحن هون مثلا كاتبين نحن هون انه تعرفوا على مشروع كذا 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 كذا، هون بقى منضيف انا شو عن شو حاكي هذا الفيديو، تمام؟ هذا الفيديو مثلا يتحدث على موضوع قناتي وما الهدف من قناتي، تمام؟ نكتب مثلا شغلات تانية انه يتحدث عن افكار القناة وما هدفها، تمام؟ يتحدث عن اخبار القناة وما هدفها، يعني هيك، يعني بهالمعنى ان انت بتقعد بتكتب شو الموجود المحتوى بالفيديو عندك، تمام؟ انا ما راح اطول عليكم هلا، بس هي الفكرة انه هلا كتبنا هيك مبدئيا، بعدين بقى نزل بدي اعدل بعدين شيء تاني. المهم ننزل بقى هلا على يلي تحت. المهم عنا جدا كمان انك تعمل غلاف للصورة. كيف انك تعمل غلاف للصورة؟ يعني انت مثلا موضوعك بيحكي عن
انه عم تأهل وتسهل بالناس اللي بتفوت على قناتك وتشترك بقناتك، ويا حسرة الناس عم تفوت وهي خجلانة ومستحية، ما حدا عم يتنازل هيك ويكبس زر الاشتراك بشجاعة. يعني ما بعرف شو قصة العالم، والله ما بعرف. يعني طبعا ما فينا نغصب حدا على اي شيء، ممكن يكون القناة تبعي مو عاجبتهم او ما حدا مهتم بالموضوع، لانه قناتي لا فيها رقص ولا فيها فقش ولا فيها مناظر حلوة ولا فيها شيء بل القلب ولا فيها شغلات ظريفة ولا فيها، يعني حكيت كثير شغلات انا ما بدي ارجع ارد عيدها، فما بتهتم الناس بهيك شيء بصراحة. يعني عم نحكي هلا نحن الواقع، الواقع صاير الناس عم تهتم بالشغلات يلي يعني ما فيها فائدة بصراحة، هي مجرد عم تهتم بشغلات انه فيها خصوصيات، فيها شغلات ما لازم الواحد يعرفها. يعني ما بعرف، مع احترامي للكل الله يختار الخير للكل ان شاء الله. هلا رح اعرض لكم هذا الفيديو. انا هذا الفيديو حكيت فيه عن 4 نصائح بعثوا لي اياهم شركة اليوتيوب، 4 نصائح عم ينصحوني فيهم شو ممكن اني اعمل حتى اطور القناة عندي، تمام؟ فهي النصائح مهمة لكل الناس اللي عندها قناة على اليوتيوب، تمام؟ هلا رح اعرض لكم كمان مقطع صغير منه مشان تشوفوا الترتيب. هلا هاي الايميل اللي اجاني، انا شايفين شو مكتوب فوق؟ 4 نصائح يمكنك تطبيقها لانشاء الفيديو التالي على اليوتيوب، تمام؟ هلا شوفوا شو كاتبين. تحضير قناتك لجذب معجبين جدد. هون كاتبين شهدت رحلتك في انشاء محتوى بداية موفقة، وننصحك باتباع افضل الممارسات القليلة هذه لانشاء الفيديو التالي والبدء في بناء منتدى من المشتركين. يعني انه انا اعمل منتدى هلا عندي على القناة وبلش بهالقصة هي، بس انا بصراحة هلا بكير لسه علي قصة المنتديات، رح هي اجلها شوي، تمام؟ حاطين لك اللي بعده، شوفوا شو كاتبين هون. التعرف على الخطوات التي يتبعها منشئو المحتوى الآخرون. أن تعلم أن منشئي المحتوى المفضلين لديك هو أفضل طريقة للبدء. يمكنك التعرف على طريقة تخطيطهم للمحتوى وإعداد الإضاءة وزاوية الكاميرا والطريقة التي يبدأون بها الفيديوهات أو ينهوها بعبارة جذابة من الصعب نسيانها. يمكنك أيضا انتقال إلى علامة التبويب المحتمى الرائج للاطلاع على المواضيع الرائجة وتصوير فيديوهات بأسلوبك الفريد. يعني هذا الكلام انه بامكانك انه انت تفوت على المحتوى الرائج وتشوف شو الكلمات يلي بيحطوها المنشئين المحتوى المشهورين باليوتيوب مشان يجذبوا مشاهدين. يعني حتى تخيلوا انه حتى في كلمات بيقولها الواحد بالفيديو بتجذب اللي عم يتفرج على الفيديو عندك. فبصراحة هي يعني شغلة غريبة، يعني انه مثلا ما اقول انا كلمة بالفيديو يعني المشتركين ينجذبوا عليها، فما بعرف، هي يعني نقطة من اليوتيوب فأكيد هني أدرى بهذا الموضوع. شايفين عندكم هي أول نقطة عم يحكوا فيها، إنه أنت فوت وتفرج هون في عندك كتير كلمات رائدة، مثلا مثل تحياتي إخواتي، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، حطوا لايك، في كلمات كتير يعني بتكون موجودة بالفيديوهات بالفعل غريبة أحيانا، ما يعني هيك بتخليه بتجذبك يعني، تمام؟ فهي النقطة. النقطة الثانية اعتماد المحتوى القصير والجذاب. ليس من الضروري أن يكون الفيديو طويلا ليكون رائعا. يمكنك تصوير وتحميل لقطات عفوية وغير معدلة في الوضع العمودي لا تتجاوز مدتها 60 ثانية لجذب الجماهير جديدة. نصيحة من المحترفين، يمكنك استخدام هذه اللقطات كمقطع دعائي للمحتوى الطويل في المستقبل. سمعني؟ يعني عم يقولوا لك انه المحتوى القصير، عرفتوا المحتوى القصير يلي بيتنزل بس مدته دقيقة، تمام؟ انا عامل فيديو عندي بالقناة كيف تعملوا هذا الفيديو القصير تنزلوه عندكم على القناة. يلي بيحب لسه ما شاف الفيديو عندي، يلي بيحب يفوت على القناة ويشوف الفيديو يلي انا حاطه، بالاضافة لحطه هلا عندي بالوصف، امكانكم تفوتوا على الوصف تشوفوه، بس تفوتوا عليه على الوصف، تمام؟ هاي شغلة. فعم يقولولنا انه الفيديو القصير جذاب، تحكي فيه انت مثلا دقيقة بس ممكن تحكي شغلات تجذب اللي عم يتفرج على المحتوى عندك، تمام؟ هاي شغلة. عندنا نقطة ثالثة، كاتبين حث المعجبين
على العودة إلى قناتك ننصحك بتذكير المشاهدين بالنقر على زري اشتراك وأعجبني مبكرا وبشكل متكرر في فيديوهاتك، ويمكنك أن ويمكنك أن ويمكنك أيضا طرح ما تعرفنا نحكي ويمكنك أيضا طرح أسئلة تفاعلية على المعجبين ليجيبوا عنها في التعليقات، ومن المهم التعبير عن إعجابك بهذه التعليقات والرد عليها حتى يشعر المشاهدون بالتقدير. يعني هي شغلة مهمة كمان، إنه أنت تنزل فيديو عندك تمام، بالإضافة إنك تكرر بالفيديو أنت عم تحكي إنه كلمة الاشتراك وأعجبني، يعني لا تنسى كلمة الاشتراك ولا تنسى إنه كلمة اعملوا لايك تمام. يعني هدول الكلمتين عم يقولك إنه كررهم بالفيديو أنت وتحكي، أو حط طلع الإشعارات اللي تطلع كل شوي مثلا اشتراك أعجبني، مثل ما أنا بعمل عندي على الفيديوهات إذا لاحظته. هلأ الفيديو يلي بعده رح أعرض لكم مقطع من فيديو، أنا كمان عندي القناة بنزل عليها فيديوهات تعليم اللغة الألمانية تمام، فأنا كمان بحكي كلمات لغة ألمانية مشان الواحد اللي حابب يتعلم اللغة الألمانية يعرف كيف لفظ الكلمات بسهولة تمام. رح أعرض لكم هلأ كمان مقطع من الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام ان شاء الله. اليوم رح نبلش بدرس رقم 6 تمام، اللي هو الدرس السادس من تعليم كلمات اللغة الألمانية، واليوم رح نكمل اخر درس عن وصف الناس اللي هو منشن بشغايبن تمام. رح نكمل اخر درس عن وصف الناس اللي هو منشن بشغايبن تمام، وفي عنا كمان Gefühle und Persönlichkeiten اللي هو المشاعر وصفات الشخصية تمام. هلا رح نبلش إن شاء الله هذا الدرس، مثل العادة رح أحط لكم الصورة وحط لكم الكلمات أشركن عليها واحدة واحدة ونحكيهم ونقولهم مشان نسمعهم كيف بينقالوا لفظ تمام. الله يخليكم، كل من عم يشوف فيديو جديد كمان لا تنسى تشترك بالقناة، أو لا تنسى تشترك بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو، بتشكركم. يلا خلينا نبلش تمام. هلا عنا أول كلمة مثل ما كن شايفين هون تراوغي، تراوغي مثل ما حكينا آخر شيء حرف الجي باللفظ إخ، تراوغي تمام يعني حزين. اللي بعدها gestresst، gestresst يعني تعبان، انه مجهد يعني من كتر الشغل والكذا مجهد، مثل ما كاتبين شايفين انه تعبان. يلي بعدها verärgert، verärgert هي معناتها انه متضايق يعني مزعوج. يلي بعدها wütend، wütend هي معناتها انه غاضب تمام. يلي بعدها eifersüchtig، eifersüchtig معناتها غيور، انه حدا غيران غيرة. يلي بعدها verängstigt، verängstigt هاي معناتها انه في شخص خايف يعني تمام. يلي بعدها nervös، nervös معناتها متوتر، انه حدا متوتر. يلي بعدها müde، müde يعني تعبان، شخص تعبان نعسان تعبان من الشغل كذا نال عليه. اللي بعدها angeekelt، angeekelt معناتها مش مأز، انه حدا هيك مش مأز. يلي بعدها dickköpfig، dickköpfig معناتها انه حدا عنيد، شخص عنيد. يلي بعدها gelangweilt،
جيلانج فايلد، معناتها انه حدا ضجران هيك دايخ ومالي الملل كتير، ضجر بينقال عليها هيك. يلي بعدها زوا. زوا زوا معناتها انه حدا كتير معصب هيك وغاضب يعني. تمام. هلا منروح للكلمات الثانيه اللي بعدها. عندنا هون اول كلمه دي شتيرن غونسل. دي شتيرن غونسل هي معناتها انه واحد مكتوب هون قطب الجبين، يعني انه واحد عابس عبوس. تمام. يلي بعدها انزمباتش. انزمباتش هي معناتها انه حدا دمه تقيل، يعني تقعد مثلا معه تلاقي هيك دمه تقيل، يعني ما بينهضم، ما بينقال عنه هيك يعني. يلي بعدها فيرتسفايفلت. فيرتسفايفلت هي معناتها انه حدا يأسان. يأس. يلي بعدها نايدش. نايدش هي معناتها انه شخص حسود. الله يبعده عنا وعنكم يا سيدنا محمد يا رب. يلي بعدها انجدولدك. انجدولدك هي معناتها انه شخص ما له صبور، على طول هيك عجول، ما بيصبر، عجول. تمام. يلي بعدها اروغانت. اروغانت هاي معناتها انه شخص متكبر. الله هيك يكبرنا نفس يا رب. اللي بعدها انتوليرانت. انتوليرانت هاي معناتها انه شخص يعني ما له متسامح، ما بيسامح، انه شخص انه حقود يعني، بيضله انه ما بيسامح. تمام. شايفين شو مكتوب هون؟ غير متسامح. يلي بعدها زنزيبل. زنزيبل هي معناتها انه شخص حساس. تمام. انه حدا حساس يعني. تمام. بنقال عنه مثلا انه حساس، بنقال عنه انه ارست زنزيبل. تمام. اللي هو ارست اللي هو تعريف الاداة اللي هو. تمام. تمام. هلا رح اورجيكم الفيديو الثاني. هذا الفيديو بيحكي عن سبب نقص عدد المشتركين باليوتيوب، انه شو السبب، وين عم يروحوا، وشو عم بيصير. تمام. هلا رح اورجيكم كمان بهذا الفيديو. نفتح تطلع القناة هيك، طبعا بنفوت على القائمة اللي هي الرئيسية. تمام. شايفين هلا هون شو في مكتوب عنا؟ هون الواجهة الرئيسية تبع صفحة القناة تبعنا. تمام. رح نكبس على هي الكلمة اللي هي تبع الإحصاءات، هي الإشارة شوفوها. تمام. بس نكبس عليها هون تطلع لنا هاي الإحصائية اللي موجودة عنا. تمام. بنكبس هون بعدين على كلمة الوضع المتقدم، شايفينها هي اللي فوق. تمام. هلا هي كبسنا على الوضع المتقدم. هلا هون تطلع لنا هاي الصفحة، ما لنا فيها هاي الصفحة هون. بنكبس هون على كلمة المزيد، شايفين كلمة المزيد؟ هاي كلمة المزيد. ومنفوت على مصدر الاشتراكات. تمام. تاني واحدة. هلا بس نفوت على مصدر الاشتراكات مثل ما كن شايفين عندي هون، بتطلع لي هي القائمة. تمام. هون عم يقولوا لي صفحة مشاهدات اليوتيوب، يعني انا ما رح ابلش بقول هلا، في شغلة لازم اسويها قبل. بنكبس على هي الكلمة اللي هون، شايفين اخر 28 يوم، يعطيني الإحصائية تبع آخر 28 يوم. أنا ما بدي آخر 28 يوم. نكبس على هذا السهم، نحط على منذ تاريخ الإنشاء، يعني منذ تاريخ إنشاء القناة يعطيني الإحصائية. نكبس عليها. هلا هون أعطاني الإحصائية تبع من وقت ما فتحت القناة لهلا. تمام. هلا عندي هون كلمة المشتركون. أنا عندي بالقناة 260 مشترك هلا حاليا بالقناة. تمام.
ان شاء الله عبال وقت يشدوا ويصيروا الله اعلم قديش ملايين ان شاء الله. المهم هاي بالنسبة لكلمة المشتركون. عنا المشتركون المكتسبون، شايفين هذا العدد 320 مشترك اشترك عندي بالقناة من وقت ما فتحتها لهلأ، تمام. وهلأ آخر واحدة المشتركون المفقودون، عندي 60 مشترك، شي لاغي اشتراكه، شي يوتيوب لاغي اشتراكه، شي كذا. هلأ رح اشرح لكم كيف صارت هاي القصة وكيف راحوا من عندي هدول 60 مشترك، تمام. هلأ رح اشرح لكم اياها انا هلأ، تمام. هلا رح نبلش بأول واحدة اللي هي هاي صفحة مشاهدة اليوتيوب، تمام. هلا أنا عندي اشتركوا من الناس اللي بتفوت وتفرج عندي على الفيديو، اشترك منهم 240 مشترك، تمام. راح منهم مشتركين، راح منهم 6، تمام. شايفين هون هذول الستة راحوا من عندي مشتركين، هن لغوا اشتراكهم، هن فاتوا من الفيديو نفسه اللي شافوا ولغوا اشتراكهم، تمام. يعني الفيديو اللي شافوه الأساسي فاتوا عليه ولغوا الاشتراك مطرح ما اشتركوا، تمام. هاي اللي هو هي أول واحدة صفحة المشاهدة، تمام. عنا يلي بعدها يلي هي قناتك على اليوتيوب. هلا يلي فاتوا اشتركوا من القناة نفسها عندي، فاتوا على قناتي على اليوتيوب نفسها، شافوا القناة تبعي، فاتوا اشترك عندي منهم أنا 52 مشترك، تمام. هذول اللي هون التغى منهم 6 كمان، رجعوا فاتوا لعندي على القناة، تمام، ورجعوا لغوا اشتراكهم. هذول الستة هن لغوا اشتراكهم، تمام، مو اليوتيوب اللي لغاهم، هن فاتوا ولغوا اشتراكهم، تمام. هاي بالنسبة لهذول. عنا رقم 3 اللي هي بحث يوتيوب. هاي كل مين فات عمل بحث على قناتي من اليوتيوب، يعني في ناس عملت فاتت على اليوتيوب حطت انه عملت بحث على قناة منوعات تعليمية، تمام، طلع لهم بالبحث القناة، فات اشترك من البحث 16 واحد، تمام. هذول اللي فاتوا عملوا بحث على قناتي واشتركوا الحمد لله فضل رب العالمين ما لغوا اشتراكهم، ان شاء الله يتموا ثابتين وان شاء الله يزيدوا اكتر واكتر باذن الله. شايفين هون صفر عندي، يعني اللي فاتوا ودوروا على القناة تبعي واشتركوا فيها ما لغوا اشتراكهم، ضلوا مشتركين الحمد لله. عنا الرقم 4 اللي هي ميزات تفاعلية. هاي الميزات التفاعلية في ناس تفاعلت مع الفيديو، شافته بالمقترح او شيء او كذا، فاتت واشتركت. هاي في عندي واحد اشترك، تمام، ضلوا لساته مشترك ما لغى اشتراكه الحمد لله، تمام. هلا في عنا قائمة القنوات التي تم الاشتراك فيها، يعني انت فتت اشتركت ب قناة معينة، تمام، اشتركت فيها او انت في بينك وبينهم تبادل اتفاق بينك وبينهم، تعطيه مشتركين ويعطيك مشتركين كمان، يعني صار في تبادل بيناتكم. فتت انت اشتركت عنده بالقناة مثلا، ثاني يوم هو لغى اشتراكك، تمام، او هو يعني انه خلاص ما بده، لغى الاشتراك تبعك. هاي بالنسبة لهذول. هلا هون انا شايفين عندي واحد، تمام، اثنين منهم اللي هن عملوا هاي الطريقة، هاي فت اشتركت عندهم بالقناة لغوا اشتراكهم من عندي، ليش الله أعلم ما في مشكلة. هلأ هون عنا الحسابات المغلقة، في حدا فات اشترك عندي من الأقنية اللي فاتوا اشتركوا، فات اشترك وحسابه في عليه مشاكل، قناته في عليها مشاكل أو عليها أي شيء، هات شركة اليوتيوب لغته، تمام. هلأ في عنا آخر واحدة اللي هي هي غير ذلك. هلا هي تبع هي الموضوع الغير ذلك، هي في ناس اشتركت عندي شافت فيديوهاتي لقيتها عن طريق الجوجل، عن طريق منتدى، عن طريق مواقع تانية، ما بعرف منين جابت مثلا، اي مواقع تانية غير مواقع اليوتيوب، تمام. هدول فاتوا واشتركوا عندي. هلا اللي فاتوا انا اشتركوا عندي منهم، تمام، 6، تمام، الستة هدول اللي اشتركوا اوكي، بس في منهم 45 انشالوا. هذول اللي انشالوا الله اعلم تكون هي شركة اليوتيوب هي اللي لاغيتهم، تمام، ممكن يكون في عليهم مشاكل، ممكن يكون في عليهم شيء او كذا، ما بنعرف، تمام. فهي هذول هي الاحصائية كلها الموجودة عنا هون مشان انتم تعرفوا
انه الناس اللي عم تفوت لعندكم تشترك، اذا في ناس فايتة مشتركة هي اشتراك بارادتها عن طريق الفيديو، عن طريق قناتك، عن طريق البحث باليوتيوب، عن طريق البحث بأماكن تانية كيف عم يفوتوا. هلأ الفيديو يلي بعده أنا شارح عن طريقة استخدام استوديو يوتيوب. هذا استوديو يوتيوب برنامج عملوه شركة اليوتيوب عشان يسهل على اليوتيوبرية استخدام القناة. فرح تشوفوا هلأ مقطع من الفيديو يلي عامله أنا. فتح عنا البرنامج. هلا هون شو عاطينا؟ عاطينا القناة، اسم القناة، تمام، عدد المشتركين للأسف عم يزيد بس ببطء شديد. عنا هون إحصائيات اليوتيوب لآخر 28 يوم، تمام، هي الإحصائية بتكون لآخر 28 يوم. هون حاطين لك وقت المشاهدات بالساعات 547، عدد المشاهدات 7200 مشاهدة. شايفين اخواتي اخواني، يعني 7200 مشاهدة عندي بالقناة، يعني ما عندي منهم غير 256 مشترك. ليش؟ الله اعلم. يمكن الناس، هو يعني معروفة صايرة انه الناس ما عم تحب الاقنية اللي فيها شيء مفيد، الناس عم تحب الاقنية اللي فيها ما بعرف، الله يفرج. المهم نكتب هون مثلا عنا عرض المزيد، نكبس عليها. شايفين هون عم يعطينا المشاهدات في الوقت الفعلي اللي هو خلال من 48 ساعة، وهلأ في عندي 830 مشاهدة. هون عدد المشاهدات في الوقت الفعلي الفيديوهات الأفضل أداء، يعني شو الفيديو اللي عم ياخد عندي أفضل أداء، حاطي لكم بالترتيب طبعا، هدول مرتبينهم هيك، تمام. عدد المشاهدات في الأيام 28 الأخيرة 7177 مشاهدة. وقت المشاهدات بالساعات 547. المشتركون 160 زائد، الحمد لله والله يزيدهم يا رب، تمام. وهون تحت كاتب لك أهم الفيديوهات عندك بالقناة، يعني شو الفيديوهات المهمة اللي عندك بالقناة عم تشوفها وتتابع العالم. أول واحد اللي هو طريقة ربط قناة اليوتيوب مع الفيسبوك، اللي بعده منع الحجاب في ألمانيا، اللي بعده شرح، يعني هاي شايفين هاي الترتيب عندكم هون، تمام. نكبس هون على مستوى وصول الجمهور. هون عم يعطوك إحصائية كمان ظريفة، مرات الظهور في 28 يوم الأخيرة، يعني شوفوا مرات الظهور عندي 72,490 مرة ظهر، يعني ظهر الاقتراحات عند الناس، يعني منيح والله، كتر خير الله وكتر خير شركة يوتيوب عم يدعمونا بهالموضوع، يعني عم ينشروا للفيديو، بس الناس سبحان الله كل مين بيلحق اللي بيهتم فيه. المهم عندنا هون تحت نسبة النقر على الظهور لكل ظهور 6.8%. عندنا هون انواع مصادر الزيارات. هون عندك انه كيف عم الناس كيف عم تشوف الفيديوهات تبعي. هون عندك اول شيء الفيديوهات المقترحه، يعني اليوتيوب شركه اليوتيوب الفيديوهات اللي عم تقترحها، في عندي 45.5%، هذول عم يشوفهم من الاقتراحات اللي عم تحطها اليوتيوب. عندك هون اللي تحت ميزات تصفح، يعني ناس عم تعمل تصفح على يوتيوب، على جوجل عفوا، او على يوتيوب او كذا، عم يطلع معهم، فعندي نسبه 25.7. هون تحت البحث في يوتيوب 12.5، ميزات يوتيوب أخرى 5.0 وغير ذلك 10.5، تمام. هون أهم المصادر الخارجية عن طريق الواتساب، في ناس عم تشاركوا عن طريق الواتساب، في ناس عم تلاقي على جوجل، في ناس عم تشوفوا على فيسبوك، في ناس كذا، يعني تعرفين هيك. أهم عبارات البحث، يعني شو الناس الجمل اللي عم تكتبها هون عندكم مثلا بيحطوا لكم اياها تطلع. اهم الفيديوهات التي تقترح مشاهدة المحتوى التابع لك، هاي عندكم هون كيف الحصول على مشاهدات مشتركين في فيسبوك 7.4. شايفين هاي الترتيب عندكم كله هون، تمام. ما بدي طول عليكم انا، يعني ما بدي طول الموضوع عنا، تمام. هاي بالنسبة لهون. هون عندنا التفاعل،
هلا هون عم يقول لك متوسط مدة المشاهدات، يعني قديش الناس عم تفوت وتتفرج على الفيديو تبعك تقريبا، يعني بين 4.34 دقائق لثلاث دقائق و56 ثانية. تمام، يعني هاي الفترة اللي عم هون أهم قوائم. هون إذا كان عندك قوائم تشغيل أنت عاملها عندك بالقناة، تفوت هون تشوف شو الترتيبات. أنا مالي عامل عندي أهم البطاقات، البطاقات اللي هي أنت بتحطها على الفيديو، هي بتطلع هيك شريط فوق على اليمين، تلاقي بيطلع لك شريط انه مثلا مقترح فيديو كذا وكذا وكذا. تمام، فهذا بيطلع عندك الموضوع هون. شو عنا؟ عنا الجمهور، هي ممتازة كتير، هي بيعطيك التفاعل، شو مين عم يتفاعل معك بالقناة. تمام، هون عندك اول شيء الجنس، عنا ذكر 70.2%، انثى 29.8%، هدول اللي متفاعلين معك بالقناة. تمام، من مشتركينك يعني. عمر، اعمارهم من قديش لقديش، حاطينكم هون الاعمار شايفين، من 13 الى 17 ما عندي، من 18 الى 24 18.5%، عندنا تحت 49.2% اللي عمره 25 من 34 سنه، شايفين هي الترتيب عندكم هون. يعني اهم المناطق، وين المناطق يعني اكثر شيء عم يظهر الفيديو تبعكم عم يتابع؟ بمصر، اخواننا المصريين احبابنا والله، المانيا، المغرب كمان اخواتنا، الجزائر كمان اخواتنا، العراق كمان اخواتنا. تمام، اهم لغات الترجمه والشرح، هاي ما عندنا فيها. وقت المشاهدات من المشتركين، يعني المشتركين اللي عندك بالقناه قديش النسبه اللي هن عم يفوتوا ويشوفوا فيديو تبعك، والناس اللي برات قناتك مالهم مشتركين قديش عم يشوفوا تبع الفيديوهات تبعك. هون عندي الغير مشتركين، يعني من برات القناه مالهم مشتركين 58.8%، والمشتركون تحياتي لكم لكل مشتركيني، والله انتم احلى ناس، 41.2%. بس معيدكم زيدونا المشاهدات على الفيديوهات، معيدكم شايفين سابقينكم، ها الغربة سابقينكم 58، انتم مشتركين عنده بالقناة لازم تشطحوا عليهم، يلا قولوا يا رب. تمام، الفيديوهات الاخرى التي شاهدوها الجمهور ما في عندنا معلومات، يعني هي كل شيء معلومات موجودة عنه. تمام، طبعا هي وين لقيناها نحنا، رح اورجيكم وين لقيناها، هون واتكبسنا عرض المزيد. تمام، هون واتكبسنا عرض المزيد، طبعا هلا بنلاقيها بقرنتان، داني هلا بورجيكم اياها. طيب خلينا نكمل هلا. هلا هون عم يقول لك اداء اخر فيديو، هاي اخر فيديو انا نزلته عندي هون، تفعيل الاعلانات المدفوعه الخاصه بكذا، يعني شفتوا الفيديو اكيد، حاطين لي هون قديش عدد المشاهدات، قديش النسبه للدقائق اللي عم يشوفوها. تمام، وبالإضافة وقت المشاهدة بالساعات، قديش كم ساعة جا عليه للفيديو. وهي هون عندي بقى فيديوهات تانية محطوطة هون، هون التعليقات اللي جايتني، كل شيء تعليقات جايتني من المشتركين عندي. تمام، مكبس هون على هدول الثلاث خطوط شايفينه، بيطلعنا هون اللي هون بنفوت على الفيديوهات، هي كل شيء فيديوهات عنا موجودة هون بالقناة. تمام، مثلا انا بدي اعدل الفيديو، بكبس على اول واحد، هاي طلع الفيديو. هلا هون بكبس على هذا القلم بامكاني اعدل شو بدي اعدل بهذا الفيديو، مثلا بدي اعدل الصوره بكبس على هذا القلم بيعدل لي الصوره، بدي اعدل مثلا اسم الفيديو بعدله من هون. هون شو اللي بدي، شو يعني شو الكتابه الشرح اللي بدي اكتبه عن الوصف اللي هو بسموه الوصف، الوصف عن الفيديو يطلع هون. الفيديو هون انه علني، تحطوا مثلا شو فيديو يكون علني غير مدرج خاص، طبعا لازم يكون على طول علني. هون اذا كان فيديو مخصص للاطفال تكبسوا عليها، اذا كان فيديو مخصص للاطفال حطوا نعم مخصص للاطفال، لا الفيديو ليس مخصص للاطفال حطوا كذا. تمام، وهون اذا بكون ضيفوا انتو قوائم تشغيل تانية على الفيديو عندكم، هون اضافة علامة اذا بكون ضيفوا علامة معينة للفيديو تبعكم، مثلا شي تكتبوا شي جملة او شي قصة. تمام، هي بالنسبة لهدول الاعدادات متقدمة. هون الفئة تكبسوا عليها شو الفئة اللي بكون تحطوها، مثل ما حكينا التعليم، الترفيه، كوميديا، تكنولوجيا، شو انتو الفئة اللي بكون تحطوها بتحطوها. تعليم، الملكية حكينا تبع ترخيص اليوتيوب، مشان اذا حدا نزل فيديو تبعك او عرضه على قناة تانية من القنوات يطلع عندك تصريح دغري انه نعرض الفيديو، خلي نحن على ترخيص يوتيوب العادي. تمام، السماح بالتعليقات، انه الناس انت تسمح الناس تعلق، ما بدك تكبس عليها بتوقفها.
يمكن المستخدمين مشاهدة تقييمات هذا الفيديو انه بحسن يفوتوا يشوفوا تقييم الفيديو شو ترتيبه شو وضعه. السماح بالتضمين تمام اوكي هي بنخليها كمان هيك موجودة. اخر شيء انت بس تحط الامور كلياتها هي بتحط له هون حفظ. هلا الفيديو يلي بعده راح اورجيكم انا عم بحكي عن طريقة اجراء دعوة لشخص لألمانيا، يعني اي حدا مثلا عنده شخص برات ألمانيا بده يعمل له دعوة زيارة على ألمانيا، فأنا حاكي بهذا الفيديو كمان شو الطريقة وشو الأوراق المطلوبة لهذا الموضوع. كمان لح أورجيكم هلأ مقطع من الفيديو هاد. قناتي كمان بتحكي عن الأمور هاي، كل شيء أمور بتتعلق بألمانيا، من لم شمل، من قصص، من شغلات هون، من تأمين، من في كتير شغلات، يعني عندي فيديوهات منزلها عن المواضيع، فرح أورجيكم هلأ. هلأ أول خطوة بالنسبة لموضوع الدعوة، أنت مثلا حابب تدعي والديك، حابب تدعي حدا من أصدقائك، حابب تدعي حدا من أقربائك، يعني أي حدا حابب تدعي أنت، بكل بساطة بكل بساطة لازم أول شغلة تعملها أنك يكون عندك سكن. يعني أنت مثلا شخص واحد لحالك، لازم إذا بدك تدعي مثلا أنت شخص تاني تمام، أو بدك تدعي مثلا والديك أبوك وأمك مثلا أو أبوك أو أمك، لازم يكون البيت بيسع لثلاث أشخاص، يعني البيت لشخص مثلا خلينا نقول 40 متر، إذا بدك تجيب شخصين لازم يكون عندك أقل شيء 70 متر أقل شيء تمام، يكون ثلاث غرف. هي واحد. اثنين، إذا بدك تدعي شخص واحد لازم يكون راتبك أقل شيء 1500 تمام. طبعا هذا بيختلف من مقاطعة لمقاطعة. هلا عندك مثلا ببرلين، عندك بهامبورغ، عندك بلايبزيغ، عندك بمدن كبيرة الحد الأدنى اللي هو 1000 بالضبط بالضبط إذا بدك إياه 1488 تمام، 1488 يورو لازم يكون راتبك إذا بدك تدعي شخص واحد. إذا كانوا شخصين لازم يكون راتبك 1775 وكسور تقريبا تمام. فكل ما بيزيدوا كل ما بيزيد شخص بدك تزيد عليه انت بحدود 300-350 تمام. هاي شغلة. طبعا بدك تروح على مكتب الأوستلندر بيهورد مشان انه انت تقدم الطلب، لازم تاخد معك عقد البيت ولازم تاخد معك 3 شهور لون ابغيشنونج انه انت قديش بتقبض كل شهر، بدك تاخذ كل 3 شهور يعني عن 3 شهور تمام. وبالاضافه بدك تعبي هذا الطلب، هلا راح احط لكم صورته بتشوف هذا الطلب، كمان لازم تعبي هذا الطلب اللي هو فليشتونغ اركليرونغ تمام. هذا الطلب كمان بدك تعبيه. هلا عندك هون فوق بتحط اسمك اذا انت كنت الداعي الشخص، بتحط اسمك عنوانك معلوماتك، وتحت هون بتحط اسم الشخص وعنوانه ورقم جوازه وقديش المدة. هون حط عندك تحت قديش المدة يلي انت بدك تستضيفه عندك فيها تمام، او انت فبتحط بتعبي هاي المعلومات كلياتها. كمان بتاخد معك هذا الطلب. في عندك كمان شرط ثالث اللي هو التأمين الصحي. هذا التأمين الصحي مهم جدا تمام. هذا التأمين الصحي انت اذا بدك تعمله، لكان اذا بدك تعمل مثلا انت تأمين صحي لوالديك لحدا من اقربائك حدا من اصحابك، هاد ما بتحسن انت تعمله من شركة الاوكا تبع التأمين الصحي، لانه انا جربت واتصلت فيهم وحكيت معهم قلت لهم انه انا بدي اعمل دعوة لاشخاص معينة فبدي نزلهم على اسمي لعملهم تأمين، فخبروني يوميتها انه لا ما بيمشي الحال. انا طبعا اتصلت وسألتهم انه انا شفت فيديوهات كتير على الانترنت عم يقولوا انه انت بامكانك تنزله على بطاقتك لاوكا، بس طلع هذا الحكي ما بيمشي الحال لا. فانا شو ساويت، في عندك شركة الADAC تمام، شركة الADAC هدول جماعة كتير كتير محترمين وعندهم عروض كتير 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 حلوة تمام. التأمين اسمه بشركة ADAC اسمه
incoming physician. تمام؟ شو اسمه؟ اسمه incoming physician. هذا التأمين انت بس تتصل على شركة الاديادسي او تروح لعنده وتقول لهم انا بدي اعمل incoming physician. تمام؟ فون اوسلاند، انه انت بدك تعمل تأمين لحدا جاي من برا. تمام؟ فانت بامكانك اوكي، بيقول لك اوكي شو التأمين بدك تعمله؟ بتقول له مثلا بدي اعمل لهم التأمين اللي هو كرانكن فيزيشن، اللي هو تبع التأمين الصحي للمرض، للعملية، لا سمح الله صار عليه شيء هون كذا، في تأمين يغطي هاي المصاريف كلها هاي. تمام؟ هذا بيطلبوا منك. وبالإضافة انت اذا حابب هاي اكسترا، انت اذا حابب مشان تكون انت بالمضمون وعندك انه ميزة احسن اذا عم تقدم الطلب انت بالأوسنة بهودة، تعمل الهافت فليش فيزيشن، كمان بريفات هافت فليش فيزيشن. هدول التأمينين ممتازين ومناح لهذا الموضوع كتير. طبعا قيمة التأمين اللي هو تبع الكرانكين فيزيشن هذا قيمته كان 94 يورو لمدة 3 شهور. تمام؟ لأنه الدعوة كنت أنا بدي أعملها لمدة 3 شهور، فقلنا لهم بدنا نعمل دعوة لمدة 3 شهور، فقالوا لي أوكي هذا التأمين بيجي سعره 94 يورو. تمام؟ قلت لهم كمان أنه أنا حابب أني أعمل كمان البريفات هافت فيش فيزيشن. تمام؟ فقالوا لي أوكي ما عندنا مشكلة. ضافوا على 94 13 يورو ونص، يعني البريفات هافت فيش فيزيشن كلفني 13 يورو ونص تقريبا لحدود 14. فكلهم على بعضهم كانوا يوميتا التأمينين ب 113 يورو. تمام؟ هذا الموضوع ممتاز لأنت إذا حابب أنك تعمل دعوة لحدا. تمام؟ ومهم جدا التأمين الصحي. هلأ بنجي لموضوع الشبار كونتو. هلأ أنا سمعت من فيديوهات تانية أنه عم يطلبوا شبار كونتو، اللي هو أنه يكون عندك رصيد بحسابك بالبنك. تمام؟ وقالوا لازم يكون عندك أقل شيء 2500، هيك قالوا. أنا ما بعرف هاي المعلومة، أنا ما بعرفها. تمام؟ بس أنا وقت اللي رحت على أوسن نبي هودة ما جابوا لي سيرة شبار كونتو. يلي سألوني عليه يوميتا، عندك سكن؟ يسع، عندي سكن يسع. قديش راتبك؟ لازم يكون راتبك أقل شيء 1500. قلنا لهم تمام. وقالوا لي على موضوع التأمين، قلنا لهم كمان موجود التأمين، بس هذول اللي سألوني عنه، ما سألوني عن شغلات تانية، شبار كونتو، شبار ما بعرف شو، ما سألوني عن القصص كلها. تمام؟ بس في عالم قالوا انه عم يطلبوا شبار كونتو لازم يكون في اقل شيء 2500، وفي مرة فيديو سمعته عم يقول لازم يكون 10,000 يورو. يعني صارت من المستحيلات انك انت تجيب حدا لعندك هون تستضيفه اذا لازم يكون عندك انت شبار كونتو في 10,000 يورو. المهم انا حكيت لكم الشروط اللي طلبوها مني. تمام؟ هاي شغلة، انت بس جبت هاي الشروط كلها اللي ذكرتها انا، امورك ان شاء الله بخير وسليمة، وبصير لم الشمل وبتزبط امور ان شاء الله. طبعا انا للأسف ما حالفني الحظ وزبط الموضوع. ليش؟ بسبب الكورونا رحنا مشان نعمل دعوة لعائلتي، فقالوا لي بنعتذر منك هلا بالفترة الحالية ما فينا انه نعطي موافقة بسبب الكورونا، موقفين بسبب الكورونا. تمام؟ هذا يلي صار يوميتها. وقالوا لي انه ان شاء الله بعد ما تخلص كورونا في مجال ان شاء الله لهذا الموضوع. تمام؟ قالوا لي انه نحن عم نعطي هلأ حصرا عم نعطي للحالات الاضطرارية جدا، يعني بعيد من هون، حدا مرضان، حدا بحاجة انه علاج فوري وما في منه الا هون، ومعه اوراق ثبوتية طبعا تثبت هذا الشيء، يعني غير هيك ما عم يعطي. تمام؟ فهاد يلي يوميتها حكوا لي وطلبوا لي. هلا في عندك شغلة تانية، انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك، انت راي عم تعمل دعوة مثلا لمدة 3 شهور، انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك لهون على ألمانيا قعد 3 شهور، بعد ما خلصوا 3 شهور انت يا اخي حابب انك ما ينزل هذا الشخص يرجع على سوريا، بدك اياه يضل عندك على طول. تمام؟ بامكانك تخليه عندك على طول، بس بشرط واحد. شو هو الشرط؟ الشرط بتروح على أوسن بيهورد بتقول له انه انا هذا الشخص بدي اياه يضل عندي على طول،
بيقولوا لك اوكي اهلا وسهلا ما في اي مشكله، بامكانه يضل عندك على طول، بس بدك توقعنا على ورقه انك انت بتتكفل بمصاريفه لمده 5 سنوات. انت بتتكفل بمصاريفه لمده 5 سنوات، اكله شربه سكنه تامينه، هاي الامور كلياتها انت بدك تتكفل فيها، هن ما بيدفعوا لك شيء. تمام. هلا عنا الفيديو يلي بعده، عم بحكي بهذا الفيديو عن موضوع برنامج بيعمل لك صورة الغلاف تبع اليوتيوب، تبع صفحة اليوتيوب، وانت بتحسن تغير حجم الصورة تبع غلاف اليوتيوب لانه في الى حجم معين وقياس معين. تمام. فهذا الفيديو عم بحكي عن هذا الموضوع، هلا رح اورجيكم كمان مقطع. يلا خلينا نشوف الفيديو، خلينا نبلش. يلا هلا في عنا هذا البرنامج اللي هو برنامج فوتو اديتور. تمام. هذا البرنامج بتفوت على السوق بلاي. تمام. بتكتب عندك هون محرر الصور، بس تحط محرر الصور بيطلع لك. تمام. هذا هو البرنامج ليكم. تمام. بتفوت عليه بتعمل له تحميل، طبعا انا محمله هون، بتعمل له تحميل، بترجع بقى بتلاقي عندك وين طلع عندك على الصفحة هون. تمام. هلا البرنامج رح نفوت عليه. تمام. تطلع لنا هي اللائحة، هي اللائحة الموجودة هون. تمام. عندك هون الجاليري، تطبيقات الجاليري، اذا بدك انت عندك صورة من الكاميرا، اذا عندك شيء جديد بدك انت تصمم صورة. تمام. صور السابقة، اذا انت عامل صور سابقة بتفوت عليها بتلاقيها هون. قيم محرر الصور، هي معنا فيها. عندك هون الادوات، هاي الادوات بتفوت عليها، بس تفوت عليها انت هون الادوات. انت اذا حابب انك تعمل بالصورة اللي بدك تعملها الغلاف، انه مثلا نفترض تفوت عليها بدك تعمل مثلا خطوط. تمام. ناخذ صورة من الجاليري، هاي الصورة مثلا هنختارها. تمام. انت هون بس تفوت على هاي الصورة، شايفين هالخطوط المحطوطة فيها، هاي الخطوط انت بامكانك تعدلها وتساوي كيف بدك اياها. تمام. هاي بالنسبة لموضوع هيك الخطوط. تمام. هلا في عنا هون كمان اذا انت حابب تعمل يعني عندك اكتر من صورة مثلا وحابب انك انت تضغطها تعملها ضغط. تمام. على ملف تسيب. تمام. وعندك هون انشاء ملف PDF، يعني انت اذا حابب مثلا تعمل ملف PDF بس انه يفتحه الواحد تقلب هيك تلاقي صور فيه. تمام. كمان هذا كتير كتير حلو. عنا هاي كمان اللي هي ميزة الصور المتحركة، انت اذا حابب تعمل صور متحركة فيك تعمل صور متحركة، يعني في كتير شغلات هون. تمام. انت بس تفوت، كتير سهل تفوت على اي واحدة منهم، مثلا نفترض انشاء فوتوشوب تفوت عليها. تمام. بنقول له بدنا ناخذ صور، نكبس على هون، نفوت مثلا بدنا اكثر من صورة، هاي واحدة تنتين ثلاثة اربعة. تمام. بنقول له فيرتك، نفتح عليها، فتحنا. هلا هدول الصور نفسهم انا اذا هلا بعمل لهم هون بكبس على هاي بيضغطهم بيعمل لي اياهم ملف PDF، او بفتح ملف PDF لانهم موجودين هون بالصور، بس انا ما بدي احوله. تمام. الغاء، نرجع. هلا هون مثلا عندنا نحن بدنا نساوي صوره، تفوت على هاي نحط له من الجاليري هاي الصوره انا اللي ساويتها، بنقول له هون فيرتي هاي الصوره. تمام. مثل ما كن شايفين هلا هاي الصوره، انا مثلا بدي اعمل الحجم تبع هاي الصوره بحجم الغلاف اللي بنحط على اليوتيوب. تمام. نكبس على هدول الثلاث خطوط اللي هون، بنقول له تغيير حجم الصوره. تمام. هلا هون اعطانا هو انه قديش بدنا نحط الحجم تبع الصوره، نكبس على هاي اللي هو القلم، هاي هون عم يقلنا شو القياس اللي بدك تحطه انت لصفحه الغلاف تبع صفحه اليوتيوب. تمام. هلا القياس تبع الغلاف على صفحه اليوتيوب معروف، اللي هو بيجي هاد ليكم، بيجي العرض 2048، الطول 1152. تمام. هذا الحجم نحن اللي بدنا اياه. اذا مثلا انت بدك تحط حجم غير هذا الحجم تعدله انت على كيفك. هلا شوف مثلا تكتب هون انت بتحط له اي رقم، مثلا 2000
48 48 بيحط لك هو دغري بقى تلقائيا الطول قديش، بس انا ما بدي، بدي اعدله على كيفي، فبكبس على اشاره الزايد هي اللي هون، هون بتحط القياس اللي بدك اياه، مثلا هي 2040 48 تمام، شايفين انا هون انا بتحكم بالطول، بحط القياس مثلا طول افترض 1800، فبيعطيني انا هذا القياس بدي اياه، بقول له موافق بيعطيني اياه تمام. وهون عم يقول لي انه انت على شو بدك اياه يكون، يطلع على قياس الصفحه شو، الآ صفر، الآ واحد، الآ اثنين، الآ ثلاثة، الآ أربعة، الآ خمسة، يعني معروفين القياسات تبع الوراق تمام. هلا القياسات اللي تبع الوراق الطبيعية اللي هي ورقة الـ A4 تجي ورقة عادية، هاي تجي بتجي A4 تمام، A4. وفي عندك الآ ثلاثة، الآ ثلاثة هي بتجي الأكبر تمام، قد الصفحة اللي هي الـ A4 بس بتجي الأكبر على مرتين يعني تمام. فهي القياسات هون انت اللي اي ورقه بدك تحطها تمام. نعمل له هون موافق، او مثلا اعتمدنا نحن هذا القياس بنقول له اعتماد تمام، بيقوم بيعدلها هو. بس عدلها شو بنساوي نحن؟ نعطيه اشاره الصح، هون اخذ القياسات اللي احنا اللي بدنا اياها تمام. بعدين بس بدنا ننزلها، نكبس على هذا السهم، نكبس عليه تمام. هون عم انه وين بدك تنزلها، بنقول له وين بدك تنزلها، اذا حابب تشاركها بتشاركها، إذا حابب تحطها خلفية شاشة، إذا حابب تنزلها على الجاليري عندك على صندوق مطرح ميزو الصور، يعني هي خيارات كلها موجودة عندكم شايفين. بالإضافة هون عندك خيارات كمان حلوة، بيقول لك إنه شو الصيغة اللي بتنزلها، صورة متحركة، صورة PDF، ATC، يعني شايفين كل شيء موجود هون عندكم. برنامج بصراحة والله كتير كتير حلو ورائع يعني بصراحة تمام. فنحن بس بدنا نحفظه، نقول له أوكي، نحفظه على الجاليري مثلا بنحفظه تمام. هلا انا ما بدي اطول عليكم فيه للبرنامج للفيديو مشان ما تملوا يعني تمام. فهون تكبس انت على هون، تكبس على هدول الثلاث خطوط، شايفين بيطلع لك كثير خيارات هون تمام. يعني لنفترض مثلا خلينا نقول له اللون، هون بتعدل الالوان كيف ما بدك انت، شوف بتنوس، بتعلي الفتحه تبعه، بتغمق، بتساوي انت الالوان اللي بدك اياها تمام. بالإضافة إنه في فلاتر كمان لورجينكم هون، تجاهل نفوت عليه مثلا، عنا إطار مثلا تمام. أنت هون حابب تحط الصورة بإطار، شايفين بتحط الصورة بإطار اللي بدك إياه، أنت بتعمل كيف ما بدك. في كتير كمان خيارات شايفين، شوفوا هاي تمام. هي يعني بصراحة برنامج والله كثير حلو. هي بتعمل مثل هيك، هون بتحط انت شلون بدك، قديش بدك يكون المسافة، الإطار يكون كثير، أطراف كذا، يعني برنامج والله حلو كثير. شوفي عنا كمان عنا كتابة على الصورة، هون إذا بدك تكتب شيء على الصورة بإمكانك كمان تكتب أي شيء من على الصورة تكتبه تمام. نرجع شوفي عنا كمان مؤثرات، شو هي مؤثرات؟ هاي فلاتر شايفين؟ كمان شوف شلون قلبت الفيلم، كانت هيك يوتيوب انقلبت، صار بالعكس، هيك بتصير لتحت، هيك بتصير لفوق، شايفين؟ كمان يعني في كتير، شوفوا هاي، كمان عندك هون خيارات كتيرة، شايفين؟ انت بتحط الخيار اللي بدك اياه. يعني هون تعديل البكسل، قديش الدقة تبع الصورة بدك اياها، البكسل تبعها يكون عالي بتحط هون، قديش البكسل بدك اياه بتحطه. هلا انا حاطط له هون بدي ايمو لهدول، بدي ايمو لهدول، شايفين هدول الخطوط اللي كانوا مخطوطين بينقاموا، بتحط البكسل هون انت اللي بدك اياه، هي 300 صار البكسل تبعها عالي جدا، خليه 100 بيرجع 100 طبيعي تمام. شوفي عنا كمان ضبط الاستقامة، هاي كمان فيك تعمل هيك ميال، تميلها تمام، او تخليها انت ما هو مستقيم. شوفي عنا منحنيات الالوان، ايه شوفوا هاي، تكبس بالنص انسى مثلا تروح لتحت بيغمق لك الالوان، انت وين بدك يكون الحمار اكتر بتساوي، وين يعني بدك يكون ناقص بتساوي، شايفين كيف؟
يعني هيك انت بتعدل كيف ما بدك الالوان. هي ميزة يعني للناس اللي كتير بتدقق بهالامور هي تبع الالوان، وبتتثبت وبتتعدل. تمام، بس انه هي الفكرة يعني تبعها. نرجع، في كتير والله بصراحة في كتير. هلأ عنا هذا الفيديو الثاني عم يحكي عن قصة سيدنا محمد وقت اللي اجته عباءة هدية، ومن بعد ما اجته هالعباءة الهدية صار شغلات كتير كتير حلوة سبحان الله. فرح نشوف هلأ هذا الفيديو. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي أخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم قصتنا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قصة كتير حلوة ومؤثرة بصراحة، وبتدل على بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القصة أنه كان من زمان كان في تجار، فكان في تاجر مقتدر، فحب يهدي النبي عليه الصلاة والسلام عباية هيك تقيلة، تمام، هدايا أهل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له هي هدية مني إليك يا نبينا يا رسول الله. فقال له شكرا، أخذها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعطاها للستنا عائشة وقال له حطيها خبيها على جنب. حطتها والله خبتها، ما في بعد شوي بدق الباب واحد فقير على باب الله، دق الباب، فتحت ستنا عائشة قال له بدنا شي من مال الله. راحت لعن سيدنا محمد قال له مين عم يدق على الباب؟ قالت له فقير عم يطلب شيء لوجه الله. قال له اعطيه العباية اللي اجتني هدية، اعطيها. اخذ العباية وفرح كتير هذا الفقير وراح ونزل على السوق، وقف في نص السوق صار ينادي ويقول يا ناس انا معي عباية النبي عليه الصلاة والسلام، مين بيشتريها؟ جمعت العالم حواليه وبلش العالم، هذا يقول له أنا بشتريها بهيك وهذا بشتريها بله هيك. في واحد كان أعمى ما بيشوف، أعمى ومقتدر يعني، وكان عنده عبد زمان، كان في زمان العبيد وما العبيد، فكان عنده عبد بيشتغل عنده إنه خلاص هذا عنده. فشو قال له؟ قال له روح اشتري هاي العباية بأي ثمن، وإذا بتجيب لي إياها انت حر طليق لوجه الله، بتروح ما عاد خلص انت حر بتساوي اللي بدك اياه. والله راح هذا العبد وراح والله وجاب العباية، جاب العباية وراح لعند هذا الزلمة الاعمى عطاياها، قال له خلص روح، قال له انت حر طليق لوجه الله تعالى. عمل حاله وراح هذاك العبد، مسك هذا الاعمى العباية وحطها على وشه، وشو قال هذا الأعمى؟ قال يا رب بحق رسول الله عليك وبركة عباءته يا رب ترد لي نظري. والله ما في ثواني كان بصره راجع لهذا الزلمة، فرح كتير وانبسط كتير. حمل حاله وراح لعند مين؟ راح لعند النبي عليه الصلاة والسلام ورجع له العباية، قال له هي هدية مني إلك، وحكى له شو صار. قال له انه انا هيك 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 صار معي، واجا واحد اشتريت العباية وحطيتها ودعيت قلت يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ترد لي بصري ورجع لي بصري، وهي العباية رجعت هدية لك يا سيدنا يا محمد يا رسول الله. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بانت نواجذه، يعني بينت اسنانه انه ضحك انه انبسط. قال له شكرا، اخذها واعطاها لستنا عائشة، قال له شفتي يا عائشة سبحان الله العباية دارت ورجعت لعنا، وبنفس الوقت شو صار؟ أغنت فقير وأعتقت رقبة عبد وردت بصر أعمى. فسبحان الله يعني قديش بركة سيدنا محمد، هي عباية سيدنا محمد بس اجته هدية، بس انه فاتت بيته شوي قعدت شوية عنده ببيته، وبركة سيدنا محمد انه هو لمسها أغنت فقير وأعتقت رقبة عبد وردت بصر إنسان. سبحان الله، طبعا هذا كله بإرادة رب العالمين وبفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا جماعة، اللهم صل على سيدنا محمد. بتشكركم، حبيت شارككم قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا عنا الفيديو يلي بعده عم يحكي عن برنامج احترافي لموضوع المونتاج، مونتاج الفيديوهات والقصص هي كلياتها، تمام؟ فعم بشرح بهذا الفيديو عن هذا البرنامج وطريقة استعماله. هلا خلينا نشوف الفيديو يلي حنحطه. هلا بنكبس على البرنامج. بعد ما فوت على البرنامج، البرنامج هي لائحته، بيعطيك هي اللائحة اللي موجودة عندك هون، تمام؟ نحن مثلا هلا بدنا ننزل فيديو مشان نعمل عليه مونتاج. بتكبس على هي او بتكبسي على هي اللي هي إشارة الزائد، تمام؟ يطلع لنا هي الصفحة. بس يطلع لنا هي الصفحة بنحط له على نيو بروجكت، يفتح. هلا هون عطاني كل شيء، فيديوهات موجودة انا عندي على على الجهاز عندي، تمام؟ فانا حاختار مثلا حي الله فيديو مشان انه نعمل له مثلا المونتاج، رح نقول هذا الفيديو، تمام؟ بختار عليه هيك، تمام؟ وبعطيه اشارة هي السهم مشان يفتح لي الفيديو. بستنى عليه شوي حتى يفتح الفيديو. يا جماعة بصراحة البرنامج حلو. أنا في عندي برنامج تاني وحاطه عندي على القناة كمان شارح عنه، برنامج اسمه فلو، كمان برنامج كتير كتير حلو، بإمكانكم تفوتوا على القناة وتشوفوا البرنامج هذا كمان كتير، يعني كتير حلو كمان. يعني هذا فيه ميزات وهذاك فيه ميزات، تمام؟ فبإمكانكم أنتوا تفوتوا تشوفوا الفيديو هين وتقارنوا بين الاثنين، يعني هذا فيه شغلات وهذاك فيه شغلات. يعني هذا مثلا في شغلات برنامج هذاك الفلو موجودة، هون ما لها موجودة، تمام؟ مثل مثلا الايموشن، هدول الشغلات اللي تحطهم تبع تحطهم الفيديو، حبيت تضيف انت شيء، هون ما لها موجودة، بهذاك البرنامج فلو موجودة، تمام؟ هلا خلينا نبلش. هي الفيديو، فتح عندي الفيديو. هلا شايفين هون بمشي انا مثلا على المقطع اللي بدي اياه والمكان اللي بدي اياه. مثلا هون حاطين لك تحت هي مطرح ما حاطين الفيديو. هلا هون عندك هي اللي هون اللي محطوط عليها إشارة زائد وهيك خطوط مائلة، هي حط لكم السهم عليها، تمام؟ نكبس عليها. مثلا نحن حابين مثلا نضيف فيديو تاني مثلا عليه، تكبس عليها، تختار انت الفيديو التاني بدك اياه تحطه، تضيفه فوق الفيديو اللي انت نزلته، تمام؟ يعني مثلا انت مشيت لعند هذا القسم لهون وحبيت انك انت مثلا تضيف فيديو بهذا المكان، تمام؟ تكبس على هي الإشارة هون وبيعطيك انه شو بدك تضيف. تقول له انت مثلا بدك تضيف فيديو، تضيف فيديو مثلا، او مثلا اذا بيقول لك انه بدك تضيف ايموشن، بس انا فتت على الايموشنات هون ما لقيت، شايفين؟ ما في يعني مو موجود. هذاك البرنامج فلو فيه كثير ايموشنات وكثير ظريف. المهم مثلا ما نضيف فيديو احنا هون، طبعا قبل ما نضيف فيديو بدنا نقص، مثلا نعمل قص، نكبس على هون المقص، شايفين؟ قصلنا الفيديو هون قص، تمام؟ هون مثلا انا بدي اضيفه لفيديو تاني، بكبس هون بفوت على الفيديو، مثلا نفترض بحط هذا الفيديو صغير يكون هاد، تمام؟ عم نضيفه هلا، شايفين؟ نزله. يعني هلا ممكن انا اشغل هذا الفيديو، بيشتغل الفيديو اللي وراه وهذا اثنين نفس الشيء، تمام؟ عملوا هي، شايفين هيك؟ حفروها وظبطوها وحطوا فوق منها، شايفين شيء؟ يعني اثنين اشتغلوا مع بعض، هذا اللي وراه انا ونفس الوقت اذا بدي ارض هذا الشيء مثلا عند مكان هاي الحفر. هون بيحط لك انه انت بدك اياه مثلا وين لوين، من هون لهون، بتحط انت المسافه اللي بدك اياها وبتعطي اوكي، تمام؟ نحن هلا مثلا ما بدنا نخلي هذا الفيديو، بنعمل له اعاده هيك، بنرجع بهي السهم هاد، يرجع 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 لطبيعته الفيديو، تمام؟ عندنا هي اللي فوق الثانيه مكتوب عليها حرف التي، كمان اشركن عليها، شايفينها؟ هي مثلا نكبس عليها. كمان هون في عندك شغله كتير حلوه كمان، يعني مثلا انت حابب تضيف جملة، حابب تضيف رقم، حابب تضيف لوكيشن، حابب تضيف اي شيء. لنفترض مثلا بدنا نضيف هاي، شايفين؟ بيعطيك الصورة انه بيصغر لك اياها انت بإطار، وهون بقى انت مثلا حابب تكتب اي شيء، بتكتب انت الجملة اللي بدك اياها، هاي يعني اي شيء بدك اياه بتكتبه انت. مثلا لنفترض قناة منوعات، هي قناة منوعات تعليم اللي هي مثلا قناتي. انا مفترض بدنا نغير مثلا الالوان، احنا بنكبس على هاي، بحط اللون اللي بدك اياه، انت بتختار اللون اللي بدك اياه.
طريقة الخط مثلا، حال انت تغير الخط ما بدك انت تخلي مثلا يطلع هذا البياض، بامكانك تعمل هيك، بامكانك تعمل هيك هيك هيك، تمام؟ يعني والخط انت كيف اي لون بدك تحب تغيره بتغيره، وفي اشكال له مثلا. شو في عندنا كمان شغلات؟ في عندنا مثلا هون عند حرف الا والاي الصغيره، انت طريقه الخط كيف بدك اياها تكون؟ بدك اياها تكون هيك هيك. طبعا هلا انا حاطط عربي مشان هيك ما راح يبين، راح اكتب مثلا شيء انجليزي. مثلا هلو، شايفين كيف طلع الخط؟ نرجع نفوت، شوف يعني كيف بتغير الخط، في اشكال انت كيف حابب تحط الكتابة بتحطها. في كتير كتير فوق يعني، كله مجاني وكله كله شايفين يعني فلكسيبل ومريح بالترتيب. هون عندك الحجم، بتزيد الحجم تبع الكتابة، تصغرها تكبرها كيف ما بدك، تمام؟ هاي بالنسبة لهاد. شوفي عنا كمان، عنا هون مثلا تكبس على هدول، انت بدك اياها مثلا تنحط الجملة بالنص ولا على اليسار ولا على اليمين ولا تحت ولا كذا، وين بدك بتحطها، تمام؟ هون عنا للوقت هم في شيء. نرجع هون على الكيبورد، هون كمان حابب تضيف انت اي شيء تاني بتكتب كمان، بتضيف اللي بدك اياه. يعني البرنامج بالنسبة لهذا الموضوع كمان حلو. هلا بنطلع احنا بنعمل الغاء، لغيتها، هاي حكينا عنها. نرجع عنه هون الميوزك، انت مثلا عندك موسيقى بدك تضيفها عندك على الجهاز، تكبس هون تمام، تسمع الموسيقى اللي بدك اياها. تمام، مثلا بدي انا هاي الموسيقى، انا شو بساير تكبس عليها هون، تمام؟ بس تكبس عليها هون وهو بعدين بتحط على اشارة الصح. شايفين هلا نزل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين كيف؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه باذن الله. يعني مثلا هي نزلنا الصوت هون، نمحي، بدنا نمحي، نكبس عليها مثلا، بدنا نمحي لهذا الصوت، نعمل له حذف، محيناه، تمام؟ شو في كمان هون؟ هلا في شغله حلوه، هون عندك شغله حلوه بهي ميزه الصوت. هاي الميزه ما لها موجوده ببرنامج فلو هذاك اللي شرحت عنه. تكبس إشارة الزائد اللي هي إفكت، هاي عندك الإفكت، شوفوا شو بتعمل هون. انت في عندك مثلا، عرفتوا هاي الشغلات اللي مثلا اذا واحد منزل فيديو عم يحكي مثلا عن المرور، عن الاطفال، عن الطبخ، عن اي شيء مثلا، وبدي ينزل مثلا صوت تبع هيك الحركات تبع وكذا، سمعكم كيف؟ ها؟ يعني مثلا هاي للاطفال، بدك تنزل انت مثلا هيك صوت، شايفين؟ في شغلات تانية هون مثلا، شايفين هون؟ يعني هي تبع هاي الحركات، شايفين؟ هاي عندك كل الخيارات هون، شايف؟ amazing يعني في هون. هاي مثلا السيارات، شفتوا؟ يعني هاي ميزة بصراحة كتير حلوة بهي لهذا البرنامج. فانت هون بس حط على الصوت، حط على الإفكت، اي انت شيء بدك تحابب تضيفه بتضيفه وبتنزله على الموضوع. هون عندك مثلا الرعد، المطر والقصص هاي، بتكبس صوت المطر، عاصفة هون، هاي الرعد، شايفين؟ يعني بصراحة كتير حلو. طبعا انت وين بدك تنزل الصوت هاد؟ انت بتقدم على الفيديو، لنفترض بدك تنزله هون، تعمل قص، قصيت الفيديو بتنزله بقى انت هون بالقرنة اللي انت قصيت فيها، تمام؟ هلأ انا ما فيني اشرح لكم على البرنامج كله، لانه البرنامج بصراحة في كتير يعني شغلات، في كتير ميزات، مشان ما انا طوله للفيديو كتير كمان، تمام؟ فهون عندنا كمان شغله تانية اللي هي الفلتر، حابب انت مثلا تغير لون الفيديو اللي انت حاطه، شايفين؟ اي لون حابب تحطه انت بتغير على كيفك، شايفين؟ في كتير الوان، بتفتح اللون، بتغمقه، بتساوي انت اللي بدك اياه، تمام؟
طبعا هلا راح نحكي عن هاي الميزة اللي هي الصوت، هاي بتسرع الصوت انت كيف ما بدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان. خلينا بس نوطي الصوت تبع الفيديو. كيف هيك نوطي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي اخواني، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. شايفين هلا عنا الفيديو يلي بعده عم يحكي عن طريقة نصب عم بتصير بألمانيا. واحد حاول ينصب علي بطريقة كتير خبيثة وبنفس الوقت ذكية، بس الحمد لله أنا كنت أذكى منه ورب العالمين صحاني على هالموضوع. فهلا رح أورجيكم الفيديو مقطع منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، إن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير ورمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم بإذن الله. رجعت لكم بعد فترة طويلة من الغياب بفيديو كتير مهم، اللي هو في أشخاص عم يستعملوا موضوع النصب والاحتيال. هاي طريقة جديدة. شو هي الطريقة؟ الطريقة انه مثلا لنفترض انا عندي منتج او عندي اي شيء بدي بيعه، مثلا حاطه على الاي باي ولا حاطه على الفيسبوك ولا حاطه على اي موقع من مواقع التواصل، تمام؟ ففي شخص، انا ما راح احط اسمه للشخص وما راح احط الفوت بقصص معلومات شخصية مشان ما يصير في وجع راس بالنسبة لي والقصص هاي كلياتها، تمام؟ بس انا راح احكي طريقة النصب اللي عم يفوتوا فيها، تمام؟ مثلا انا عندي منتج على الفيسبوك حاطه مثلا، وفات لعندي واحد كتب لي انه بالالماني، طبعا كتب بالالماني بس انا بشك انه يكون الماني، ممكن الشخص ما بعرف شو جنسيته بس ما انا بظن انه ما له الماني يعني، تمام؟ فبعت لي على المنتج اللي انا حاطه، بعت لي وكتب لي انه اذا في مجال تحاكيني على الخاص، يعني بعت له رسالة على المسنجر، تمام؟ فانا بعت له على المسنجر انه مرحبا، قال لي اهلين وكذا، قال لي قديش حقه هذا المنتج اللي انت حاطه؟ قلت له مثلا كذا، وقال لي اوكي بدي منه. فقلت له اوكي شو اللي تبعت لي عنوانك وكذا مشان انا ابعت لك المنتج لعندك. فقال لي لا، قال لي انا اذا بدي اخذ المنتج هذا من عندك في طريقه انا بدي اخذ فيها المنتج وبدفع لك حق المنتج هيك. قلت له كيف، شو هي الطريقه؟ قال لي في شركه اسمها دي بي دي، هاي شركه معروفه بالمانيا، شركه اسمها دي بي دي. هاي الشركه شركه شحن، تشحن بتاخذ، معروفه يعني، تمام؟ بس الطريقه اللي هو حكاها انا بصراحه ما بعرفها. شو قال لي؟ قال لي انا راح ابعت لك أومشلاغ اللي هو مثلا انه مصنف، تمام، وبحط لك بقلبه المصاري حق المنتج تبعك، تمام. قال لي بيجيب لك يا موظف الشركه اللي عندك على البيت، بتفتح انت الظرف بتاخذ المصاري وبتعطيه المنتج انا اللي قلت لك عليه بدي اشتري منك هذا تبع الفيسبوك اللي انت حاطه، تمام. انا بصراحه يعني مثل انه مثل عنا شلون مثلا عنا بسوريا مثلا الواحد بده يبعت كان شغله مثلا كان يبعتها مثلا نفترض من سوريا لحلب مثلا، تمام، يبعثها للبضاعة انه ضد الدفع، تمام. فكان يبعثها ضد الدفع، يروح مثلا الزلمة اللي ياخدها يفوت مثلا يدفع المصاري وياخد بضاعته، تمام، يعني تقريبا بهي الفكرة. فأنا بصراحة هاي الفكرة جديدة علي، أنا قلت له هاي الفكرة ما بعرفها وانت اللي عم تحكيه هذا أنا ما بعرفه، تمام. فأنا بعتذر منك، أنا إذا بدك أنت تاخد المنتج أنا هذا اللي حاطه تعطيني عنوانك ببعت لك يا على عنوانك وبتبعت لي المصاري على حسابي على البيبال، تمام. فهو لا، قال لي انه ما تخاف، هي شركة انا صار لي سنة بشتغل معها وبتعامل معها وبهي الطريقة وما في محكي هذا يعني وكذا. فانا فدت شفت الشركة على الانترنت، طلعت انه مزبوط الشركة في عندها شحن وفي عندها كذا والقصص هي كلياتها، تمام. بس قصة الأومشلاغ يعني ما وضحوا الفكرة فيها يعني شو ترتيبها. المهم فهو شو سوا؟ قال لي ما تاكل هم، خلص بعت لي بس اسمك وعنوانك ورقم موبايلك وإيميلك وأنا ببعت لك المصنف على عنوانك، وبيجي الموظف تبع الشركة بيعمل هاي القصة معك، تمام. أنا قلت لحالي إنه خلص رح يبعت لي هو المصنف اللي ما حكى، تمام،
مثل ما حكينا انه باخذ مصاري بعطيه المنتج اللي بده اياه للموظف اللي اجى عندي، وهي الشركه بترجع بترجع له البقى المنتج لعنده. تمام، يعني هو فات فيني بباب انه باب انه شلون انه هو بده يحافظ على المنتج اللي بده ياخده تبعه، بس قبل ما يدفع مصاري لازم انه يأمن بحدا يجيب له المنتج ما يكون في نصب واحتيال، بس هو طلع اكبر نصاب يعني، عرفتوا؟ فالفكره هي انه ديروا بالكم منها، اي حدا بفوت لعندكم بيقلكم انا بدي اتعامل بهي الطريقه، هي طريقه نصب. شو سوى بعد منه هو؟ انا قلت له اوكي، هي عنواني وهي رقمي وهي ايميلي. قال لي اوكي، بعت لي ايميل. تمام، بعت لي ايميل، عامل ايميل وهمي هو باسم شركه دي بي دي. تمام، بعت لي ايميل، وهذا الايميل اللي بعت لي انا رح اورجيكم هلا صوره عنه، رح احط لكم صوره كيف الطريقه اللي بعتها. بعت لي وحاطط لي ارقام، حاطط 310 يورو وانا لازم ادفع 100 يورو، وهي 100 يورو بدي ادفعها ورح يحط لي اياها بالمغلف، وبس وصل لعندي المغلف باخذ ال 100 يورو وبرجع بحط له 200 يورو. يعني عم يفوت بفوته، مفكر العالم اغبياء، يعني مفكر العالم يعني انه اغبياء، ما عنده تفكير يعني، ما عنده عقل. تمام، ف وهذا الايميل اللي بعته هلا بورجيكم كيف حاطط لي. تمام، على الفيديو يلي بعده بيحكي عن طريقة انشاء حساب جوجل ادسنس. تمام، فهذا الفيديو كتير مهم للناس اللي عندهم أقنية على اليوتيوب. فهذا الفيديو هلا رح أورجيكم إياه، بيحكي عن طريقة إنشاء حساب جوجل أدسنس. يلا خلينا نشوف الفيديو. تمام، هلا أول شغلة رح نساويها لازم نفوت على جوجل. تمام، بس تفوت على جوجل، تفتح على جوجل وبتكتب على هاي الكلمة، تكتب اد موب، شايفينها هاي الكلمة ليك، تكتب اد موب. بس تكتب هاي الكلمة تعمل بحث، بيطلع لك البحث تبع جوجل، بتحط على اول خيار اللي هو جوجل اد موب موبيل ابس. تمام، بتحط عليها هاي بالانجليزي، بس رح احط لكم واحدة بالعربي هلا كيف بتكون. تمام، عشان اللي كمان عم يشوفون بالعربي يشوفوا شو الترتيب. تمام، بس تفوت على هاي اول خيار تكبس عليها هون، بعد ما تكبس عليها بينقلك فورا على هاي الصفحة. تمام، بس نقلك على هاي الصفحة شو لازم تساوي انت هون بقى؟ تكبس على كلمة اشترك الان. تمام، شايفين هاي الكلمة، تكتب عليها اشترك الان. بس تكبس عليها لهي بينقلك على هاي الصفحة الثانية، بينقلك على هون. هون عم يقلك حط ايميلك. تمام، اللي انت بدك تعمله على الادسنس، شو هو الايميل بدك تعمله، بتحط ايميلك هون. تمام، بعدين بتعطيه نيكس، بيقلبك كمان على صفحة ثانية، بيقلك حط الباسورد، بتحط الباسورد. تمام، بس تعطيه نيكس، تحط الايميل وتحط الباسورد، بينقلك بعدين على هاي الصفحة. بس نقلك على هاي الصفحة هون، هون عم يقلك انه مثل ما عم تقروا هون، انه يستخدم ادسنس موب برنامج كذا لارسال الدفعات وللاعلانات والقصص كلها، هي كلها مكتوبة هون. تمام، نحن شو لازم نساوي هون؟ لازم نحط على اول وحدة هون تحديد البلد، تكبس عليها وتحطوا البلد اللي انتم موجودين فيها. تمام، عنا الخيار اللي بعده حاطين لك تحديد المنطقة الزمنية، بتحطوا المنطقة الزمنية اللي انتوا فيها، طبعا بتلاقوا دغري انتوا بس تحطوا البلد. تمام، لنفترض سوريا، مصر، لبنان، عمان، الكويت، ما بعرف اللي هو، بتحطوا البلد تحت وقت يقول لك المنطقة الزمنية بتكبس عليها بتلاقي اول وحدة، اول خيار اللي هو توقيت البلد اللي انت فيه. تمام، عنا الخيار الثالث اللي هو تحديد العملة، شو العملة اللي انت بتتعامل فيها واللي بدك يتحول لك فيها. تمام، تكبس على هدول، بعدين بتلاقي بتنزل لتحت هيك، بتلاقي حاطين لك هون الشروط تبع جوجل ادسنس. تمام، تقرا الشروط انت، ما في داعي كمان تقراها، بتحط على انه تحت هون لقد قرأت الاحكام والشروط والقصص كلياتها، هاي بتحط عليها اشارة صح. تمام، وبتعطيه شو؟ بتعطيه متابعة.
تعطيه هاي الكلمة اللي هي تحت إنشاء حساب أدمو، بس تكبس عليها هاي بنقلك على هاي الصفحة. هون عم يقول لك مثل ما عم تقروا شايفين هون انتو انه لقد انشأت حساب ادموبس اللي هو جوجل ادموبس، تمام، بنجاح وامورك بخير وكله تمام. انت شو بتساوي هون؟ هاي الخطوات اللي حاطي لك يعني هون، نعم ولا. هلأ عنا الفيديو يلي بعده عم يحكي عن طريقة ربط قناة اليوتيوب مع الفيسبوك، تمام. فيديو كتير مهم وبصراحة يعني جاب مشاهدات كتير عندي ما شاء الله، ففيديو كتير مهم لأنه الطريقة كانت الشرح فيه كتير عجبت الناس واستفادوا منه. فهلا رح أوريكم مقطع من الفيديو. طبعا هذا الفيديو في له فيديوهين، في فيديو الأساسي وفي له فيديو تاني، اثنين موجودين بتلاقوهم بالقناة عندي. في طريقة اللي أنا لازم تعملوها تطلعوا شوفوا. هلا عنا هاي الصورة تبع صفحة الفيسبوك تبعكم، القناة اللي عملتوها او مو قناة، عفوا الصفحة اللي عملتوها بالفيسبوك، تمام. هون بتلاقوا الصورة تبع صفحتكم، وتحت بتلاقوا مكتوب هون الصفحة الرئيسية، المنشورات، الوظائف، هالقصص كلياتها هي. هون لازم تكتبوا على كلمة عرض المزيد، شايفينها هي كلمة عرض المزيد، بتكبسوا على هي الكلمة تبع عرض المزيد. بعد ما تكبسوا عليها بيطلع لكم هيك، بيطلع لكم هي المنشورات، الوظائف، المناسبات، الآراء، المقاطع والقصص كلياتها هي، تمام. شوفوا شو مكتوب عندي آخر شيء، مكتوب عندي كلمة يوتيوب، تمام. بتكبس على هاي الكلمة تبع اليوتيوب أو بتكبس على كلمة اليوتيوب، بس تكبس عليها أو تكبس عليها بتطلعوا هيك، بتفوتوا على الصفحة تبعكم بتلاقوا الفيديوهات كلها يلي موجودة على قناتكم اللي ربطوهم على الفيسبوك نازلين، تمام. تلاقوهم كلهم نازلين وأمورهم بخير وكله تمام إن شاء الله، تمام إخواتي. هي الطريقة مهمة جدا لازم تعملوها، ولا حدا يقول لي إذا سمحتوا من بعد إذنكم، لا حدا يقول لي ما عم تشتغل عندي القناة. أنا الطريقة هي مجربها واشتغلت قناتي، مرة عملت صفحة على الفيسبوك ربطتهم مع بعض، اشتغلت القصة وزبطت تمام على 24. بس أنا مثل ما قلت لكم رجعت لغيت الفيسبوك لأن أنا ما بستعمل الفيسبوك كتير، وأصلا ما عندي أصدقاء كتير عليه للفيسبوك، تمام، يعني قليل استعمله لأنه، تمام. فهي الفكرة اللي أنا بدي أقول لكم إياها وأنا نسيتها وبعتذر منكم إني نسيتها. فرجاء كل الناس اللي عم تشوف الفيديو الأولاني هو كله صحيح، بس بتضيفوا عليها هي المعلومة اللي قلت لكم أنا عليها هلأ. بتفوتوا على كلمة عرض المزيد، تنزلوا لتحت في كلمة اسمها اليوتيوب، بتكبسوا عليها بتلاقوا كل شيء فيديوهات بالقناة مربوطة عندكم نزلت على الصفحة، تمام إخواتي. هذا الفيديو تبعي كان لليوم، وإن شاء الله أكون إني فدتكم بالموضوع، وان شاء الله بتمنى يعني لكل الناس يلي عم تعمل اقنية بتمنى لهم التوفيق، وان شاء الله توصلوا للملايين من المشتركين، وان شاء الله عقبال عندي كمان انا كمان، لان شفت عندكم الصفحة يعني عم تطلع بس ببطء، فالله المستعان. بالنهاية هي رزقة، يعني اذا رب العالمين كاتب لي رزقة فيها انا بدي اخذها لو شو ما صار، واذا الله مكاتب لي فيها فالحمد لله مكون تجربة جربناها وعملنا اللي علينا وفدنا الناس ان شاء الله، تمام. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلأ عنا الفيديو يلي بعده، هذا بيحكي عن طريقة استعمال برنامج للصوتيات، برنامج رائع جداً. اي حدا عنده مثلا صوتيات بيعمل تعديل، بده يقص، بده كذا، اي شيء حابين تعرفوا مثلا عن هذا الموضوع بامكانكم تشوفوا هذا الفيديو كمان عندي بالقناه. راح احط لكم هلا مقطع من الفيديو كمان مشان تشوفوا. عندنا هذا البرنامج هو اسمه اوديو لاب، تمام. هذا البرنامج فوت عليه، طبعا هو في بس كميزه شوي غليظه بس عاديه يعني ما كتير مزعجه، انه في اعلانات، تمام، يعني بدهم يطلعوا حق البرنامج هني كمان الجماعة، فطبيعي الموضوع يعني، تمام. هلا نحنا شوفوا شو هي اللائحة اللي طلعت عنا. عنا خفض الصوت، خلط الصوت، محرر العلامات، دمج الصوت، تسجيل صوت، تحويل الصوت، يعني في كتير شغلات، يعني عن جد برنامج حلو كتير. طبعا في شغلات ميزات فيه اللي هي مثلا مكتوب عليها برو برو برو، هدول مكتوب عليهم برو، هدول بدك تشتريهم شري، تمام.
انت اذا بتستعملهم بتفوت تشتريهم بمبلغ معين بيورو 2 يورو ما بعرف اللي هو يعني تمام. بس في كتير شغلات مجانية. لنفترض مثلا هاي لقص الصوت معروف تكبس عليها بتفوت انت اذا عندك صوت بدك تقصه مثلا شايفين هاي هون انت بتحدد من وين لوين بدك تقص الصوت. مثلا انا حاطط هذا الصوت اسمعوا مثلا مثلا بدي قص الصوت انا من هون لهون فبعمل له انه عندي هون القص بقصه تمام. شوفي عنا كمان مثلا بدك تحذف هذا المكان من هون لهون هلا محدد شايفين الاخضر اللي محدد بدنا نحذفه بتحط عليه حذف يحذف لك يعني حذفه شايفين. كمل من بعد الفيديو بعد انت مثلا خربطت انا بدي اياه للصوت برجع بدي ارجع بتكبس على هي اللي فوق رجع لك يا الصوت طبيعي تمام. بدك تعمل له كتم لهذا المكان بدك تعمل له كتم بعدين يرجع يبلش من هون تعمل له كتم من هون تمام. بدك تعمل له تكرار انه يتكرر بالفيديو كتير يتكرر الصوت تكبس على هاي. اخر شيء بس تخلص تعمل له الشغلات اللي بدك اياها بتعمل له حفظ هون. هلا احنا حنرجع تمام نرجع لورا خلط الصوت هون بتفوت كمان في عندك شغلة انه اذا بدك هون هي ميزة حلوة بصراحة. هون لنفترض مثلا انا عندي هذا الصوت اللي نزلته اول شيء اسمعوا لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. لا تنسوا تشتركوا بالقناة ولكم جزيل الشكر تمام. مثلا انا هذا الصوت ضفته تمام بدي اضيف عليه هلا مثلا موسيقى بكبس على اشارة الزائد بدي اضيف عليه مثلا هاي الموسيقى تمام. هلا انا انضافت بعطيه موافق بينضاف الصوت تمام. برجع اذا حابب انه انا كمان ضيف عليهم صوت ثالث كمان بكبس اشارة زائد هون حنضيف اي شيء ثاني غيره هاي مثلا شايفين نقول له موافق. هلا انضافوا عنا ثلاث اصوات بدنا نضيف صوت رابع بكبس على الاشارة هون خلينا نضيف اي صوت رابع تمام اوكي. هلا اسمعوا كيف بيصير الـ 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 الصوت كله اللي نزلته من اول لاخر اسمعوا لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. سمعتوا الثلاث اصوات انضافوا مع بعض. خليني بس امحي واحدة وبدي بدخل صوت يكون ضايج مشان تشوف الفرق. نرجع نكبس هون بدنا نحط موسيقى ضايجة تمام هاي ضايجة مشان تشوف الفرق. انا هلا اسمعوا لا تنسوا تشتركوا بالقناة من فضلكم ولكم جزيل الشكر. سمعتوا يعني ضاف الصوت اللي انا عم بحكيه وضاف الموسيقى الثانية هي اللي ضفتها وضاف الموسيقى الثالثة والموسيقى الرابعة. طبعا انتو شو عندكم اصواتكم ضيفوها انتو هي بتضبطوها انتو على كيفكم تمام. ما بدي طول بالشرح كتير مشان ما تملوا بالفيديو. هنرجع هلا شوفي عنا دمج الصوت اذا انت بدك تدمج صوتين مع بعض كمان كمان هي بتفوت تدمج هون صوتين مع بعض. شوفي عنا كمان محرر العلامات شو هي محرر العلامات هاي اذا بدك تسمي الفيديو انت شو بدك تسميه مركز اقتصادي وقصص هي تحط شو بدك تسميه للفيديو اسم فنان معين اسم البوم معين السنة نوع شو نوع يعني انت بتسمي ملف الصوت كيف ما بدك تسميه شو لغته عربي مع عربي هيك شغلات يعني. بنرجع تسجيل الصوت معروف اذا انت بدك تفوت بدك تسجل صوت بتسجل صوت انا ما راح اقول موافق هلا تمام. تحويل الصوت تحويل الصوت هي بظن انه لنشوف شو هي تمام. هي تحويل الصوت اذا انت مثلا عندك ملف ام 3 تمام بدك تحمله بدك تحوله لهالصيغ الموجوده هون ال ا ا سي في ا في اي ام بي 4 انت شو بدك تحوله بتحوله لهذا الصوت اللي بدك تحوله تمام. تحويل اصوات يعني شوفي عنا عكس الاتجاه عكس الاتجاه يعني انا هذا الصوت مسجله مثلا انه قايل لكم انه مرحبا كيفكم لا تنسوا تشتركوا بالقناه انا بدي اياه يبلش بالعكس من عند قناه وانتم راح اسمعوا كيف بيصير هلا اسمعوا عكس المحادثه كلها يعني قالها بالعكس يعني كل شيء بيعكسه اذا عم تحكي نظامي بيعكسه بيبلش من الاخير وهو راجع تمام. هي ميزه كمان حلوه
اللي هو اسمه لك اسمه عكس اتجاه الصوت. تقسيم الصوت هون اذا بدك تقسمه انت للصوت كمان تمام. انا عم بحكي باختصار لانه ما بدي اطول الفيديو مشان ما تقولوا انه عم يطول الفيديو وديك لا. فهي في عنا هي حلوه اللي هي اضافه سباكس. مثلا حنفوت على الصوت هلا في عندي هذا الفيديو يلي بعده. هذا بيحكي عن برنامج اسمه تشيك. هذا برنامج بامكانك تفوت عليه وتحجز طيران، تحجز فندق، تعمل عقد كهرباء، تعمل تشتري موبايل، اي شيء حابب مثلا تعرفه عن هذا الموضوع كمان بامكانك تشوف هذا الفيديو عندي بالقناة. يلا خلينا نشوف مقطع من الفيديو. هلا في عنا هذا البرنامج اللي هو برنامج تشيك فيرنس فانسي تمام. بنفوت عليه بيفتح عنا هون. هلا مثل ما كن شايفين حاطط هي الواجهة تبع البرنامج. ننزل لتحت طبعا هون حاطط لنا عروض للسفر، هدول بيجوا دعايات عروض للسفر تمام. هون الاوتيلات قديش التسعيرة هون. هون ضمن مثلا ألمانيا، برلين، هامبورغ، مينشن، عندنا هون هولندا، أمستردام تمام. عندنا هون مثلا عروض الخط الموبايل السيم كارد تمام، اللي بده مثلا عروض هاي حاططنا هون 2 جيجا بايت، 5 جيجا بايت، 10 جيجا بايت. وهي الاسعار موجوده، التعريفه الشهريه تمام. وبالاضافه تفرجوا يعني في ادوات كهربائيه، في ملابس، اي شيء بتحتاجوه موجود. هاي السيارات هون دواليب للسيارات شايفين، يعني برنامج اي شيء انت حابب انك تدور وتلاقيه بتلاقيه موجود بهذا البرنامج اللي هو تشيك فيرنس فانسي تمام. نحن خلينا حنكون هلا هون بالقائمه الرئيسيه اللي هي هاي. لنفترض عنا مثلا بدك انت تامين سياره، تكبس عليها يوم بيطلع لك هي اللائحه هون. هون عم يقول لك انه نوع انجشافتس تيست اوتو، ولا انه سياره قديمه، انه انت عندك تامين وبدك انك تعمل تامين جديد تمام. مثلا اذا عندك سياره جديده بتقول انا سياره جديده هلا جايبها وبدي اعملها تامين، واذا كان عندك انه سياره انت مامنها بشركه ثانيه وبدك تبدل التامين. انا حكيت بفيديو سابق انه في طريقه هون الواحد بيبدل التامين تبع سيارته على شركه ثانيه بتاريخ معين بفتره معينه. بامكانكم تفوتوا على القناه عندي وحاطط انا الفيديو مكتوب عليه انه تبديل تامين سيارتك او سيارتك بسهوله تمام. هذا الفيديو مو شارح عنه، فيكم تشوفوا الموضوع. بس احنا هلا بنرجع لهون، خلينا هون. فمثلا انا عندي تامين بكبس عليه هون بقول له تغيير في جلايشن انه يعطيني عروض للموضوع. هون عم يقول لي انه انت مسجل عنا بالبرنامج ولا مالك مسجل تمام. انا مثلا انه مالي مسجل، اذا بدي سجل بقول له تسور ان ميلدونج انه بدي روح سجل تمام. اذا ما بدي بقول له اونا ان ميلدونج وبكبس عليها وبضلني مستمر. بكبس على الاونا الميلدونج. هون عم يقول لك هلا بقى انه حط بالله اسم الشركه اللي انت موجود فيها تبع التامين، وتحط له اسم الشركه. نفترض مثلا شركه هوك، انا بنقول له هوك حدد ونعطيه فايتا. هون بس يكون عندك الصوره تبع التامين الاولاني تبعك اللي موجود عندك على تامين سيارتك، في ورقه بتجي هيك. كل مين عنده تامين سياره بيعرف الورقه هاي. في ورقة بتجي هيك من الشركة اللي انت مأمن فيها، وعم يحاطي لك هون فيها انه قديش التسعيرة وكم كيلو بتمشي بالسنة وشو سيارتك وشو امورك وشو القصص هي. فانت شو عليك تساوي؟ عليك بس انك تجيب هي الورقة تحطها عندك على هالطاولة وتكبس على هون كاميرا ستارتن تمام. بس تكبس على كاميرا ستارتن يقوم هو هون بيقول لك انه صور لنا الصورة. طبعا انت هون بقى بتصور له الصورة، تكون حاططها بتصور له الصورة اللي لازم انك تصورها تبع التأمين. بس تصورها تمام، بيقوم انت بتعطيه فايتا، بيقوم هو بينقلك بقى شو على الصفحة الثانية، بيقول لك صورنا الصفحة الثانية، الصفحة الثالثة، الرابعة، بتصور له كل الصفحات، بعدين بتعطيه فايتا، بيقوم هن بقى بيحسبوا اوتوماتيكيا شو انت عم تدفع تأمين، وبيعطوك العروض الموجودة بالشركات تمام. هلا انا ما راح افوت على هاي القصة بصراحة لأنه الوراء بعيدة عندي وكذا، بس انه هي الطريقة يعني.
شايفين يعني كل من عنده تأمين سيارة بيعرف الموضوع انك انت لازم تحط هالصور هاي. تمام ما راح اطول عليكم، خليني ارجع نرجع مثلا هنا في عنا بدنا نعمل كريديت، اللي بده ياخذ كريديت طبعا انا ما بنصح بالكريديت لانه في حرام وفي ربا وفي ضرائب والقصص هي كلياتها. مثلا هاي كريديت بدك تاخذ مثلا انت 20,000 ونفترض مثلا بدك 50,000 حط له 50,000 عفوا حط له 50,000 هون بحطوا لك انه انت خلال قديش بدك تدفعه، خلال 84 شهر تمام، خلال 96 شهر، خلال 108 شهر، 120 شهر، وهون حاطين لك قدامهم كل 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 خيار قديش لازم تدفع شهريا من هذا المبلغ اللي انت بدك تاخده. تمام يعني مثلا انت بتقصر على 84 شهر لازم تدفع كل شهر 610 يورو لحتى ترجع هذا المبلغ. تمام هون شو السبب اللي اختاره للتأمين، حط له السبب لك يا اذا ما عندك سبب تقول له فخاي فيفيندونج انه ما عندي سبب خلاص هيك خليه هيك. تمام اكبس عليه هون بتقول له بقى كريديت ستارتن. شوف هلا هون عطاني عروض كلها، هي كل الشركات كل البنوك اللي بتعطيك اللي بتعطيك القرض. تمام هلا شايفين عنا هذا اول واحد اللي هو كريديت في سبونسج سبورت انه فورا بتدفع بالشهر موناتلي 609 يورو فاصلة 64 هذول الكسور. تمام وهون هلا عم يقولوا لنا انه انت بتدفع فائدة 1.99%، شايفين حاطين عليها اشارة خط، هي كانت هلا عاملين عرض عليها انه انت بتدفع 0.68% فوائد. تمام طبعا هذا المبلغ انت بتدفعه بالبداية وكاتبين لك هون تحت، شوف كاتبين لك تحت انه بس 5.49% فوائد، هي معناتها انه بيزيد بهالفترة انت اللي عم تقسط فيها المبلغ لحد ال 5.49. تمام تنزلوا هون بتلاقي عروض كلها موجودة، هي كل شيء عروض عندك موجودة هون قديش بالمية وقديش بتنتهي بالمية. مثلا عنا بوست بانك فوت عليه مثلا، هون عم يقولوا لك انه انت حط ايميلك وحط امورك كلياتها هاي. تمام انت بتحط الايميل تبعك، بس حطيت الايميل تبعك انت بتعطيه فايتا. تمام بتعبي المعلومات تبعك كل شيء بقى معلومات بيسألوك اسمك عيلتك سكنك عنوانك، بعدين بينقلوك على الصفحة اللي بعدها وين بتشتغل شو بتشتغل قديش بتقبض قديش ممكن تدفع كذا، الصفحة اللي بعدها مشان شو بدك يا شو الأسباب شو كذا كذا، هيك يعني تتبع كل الخطوات لحتى توصل الخطوة السابعة اللي هي بتكون انه بقى انه خلص. وهون بقى بضم المعلومات يقول لك حط رقم حسابك مشان نحول لك المبلغ على حسابك وهالامور كلياتها، يعني امور كثير سهله ما لها صعبه. يلي بيفوت بتتبع التعليمات هون عم يقول لك هلا اول شيء فور كريديت ان فراغي بنوتيجن فير ايغا ايميل ادريس، انه انت حط ايميلك مشان نحن تكمل العمليه هي. تمام فهي بالنسبه لموضوع الكريديت. نرجع انا ما راح اطول عم بعطيكم بس مقتطفات مشان تشوفوا، ما بدي اطول الفيديو عشان ما نمل يعني. تمام عندنا هلا اللي بعدها كهرباء، بدك عقود كهرباء تفوت على الشتروم بتحط له هون انت مثلا كم شخص انتو بالبيت، شخص 2 3 5 بتحط مثلا نفترض مثلا 5 اشخاص. تمام اذا نفترض عفوا شخص واحد بنقول له هون بتحط رمز البريد تبع المدينه تبعك، هون حط لك دغري انه هامبورغ. تمام وعم يقول لك انه بدك العقد تعمله معنا سنه ولا سنتين، فانت بتقول له مثلا سنه او سنتين تحط اللي بدك اياه، بدك بونص ولا بدون بونص وهالقصص هي كلها، فنحن ما عندنا فيها. بنقول له هون يتس فيجلايشن اللي هو يعطينا العروض اللي موجوده لشركات الكهرباء. شايفين هلا اعطاني انا هون العروض الموجوده لشركات الكهرباء، يعني مثلا في عندنا هي الشركه اسمها زوفاج، شركه كهرباء اسمها زوفاج، هاي عندنا مثلا شركه زوفاج تفوت عليها مثلا حاطين لك هون انه 38 يورو فاصله 79 بالشهر. تمام زي شبارن 12 اورو بتوفر 12 يورو ونص بهذا العرض، حاط لك هون اسم الشركه هون قديش بتستعمل وهالقصص كلها تبع. في عندك هون شركه فاتنفال، في عندك هون شركه ثانيه ايفر فاتنفال
شايفين أي شركات كلياتها والعروض موجودة كلياتها عندكم. أنتوا الشركة اللي بتعجبكم بتختاروها، لنفترض خلينا نقول عجبتنا فاتنفال، فوت عليها تمام. هاي شركة فاتنفال هون وهنا، هاي هون، هون اللي عم يقولك بقى أنه هاي التعليمات وهي العرض اللي موجود لحنا عنا تبع شركة الكهرباء تمام، أنه بدك تدفع زفورت بونوس. هلا هنا بيعطوك زفورت بونوس 95 يورو. هلا الفيديو اللي بعده بيحكي عن قصة، والقصة اسمها الخبز والملح. قصة كتير حلوة ومؤثرة وفيها عبرة يعني تمام. أنا قناتي اسمها منوعات تعليمية، ففيها كل شيء يعني، بيحكي عن كل شيء تمام. فوتوا على القناة عندي وشوفوها القصة كاملة، اسمعوها كتير حلوة، اسمها الخبز والملح. يلا خلينا نشوف مقطع منها. القصة صارت ببلاد الشام، بالشام تمام، وتحديدا كانت بدمشق. فكان في واحد بالشام يروح كل يوم على المطعم ويفوت ويطلب رغيف خبز وياكل نص رغيف خبز ويقسم النص الثاني ويحطه على جنب، ياكل يحمل حاله ويروح. ضل على الحالة يعني فترة طويلة، انه كل يوم كل يوم يروح هيك على المطعم وتلاقيه عم ياكل، يطلب رغيف خبز وياكل نصه ويترك النص الثاني. فكان في واحد كمان مداوم هنيك بالمطعم، هذا الشخص اللي كان مداوم بالمطعم يجي يروح يعني كمان هيك يروح على المطعم وياكل ويشرب هنيك، فكان يشوفه لهذا الزلمة كل يوم. فهذا الزلمة اللي كان يشوفه كان من العراق، من بغداد تمام. فلفت نظره انه ليش هيك عم يجي كل يوم كل يوم يحط يطلب رغيف خبز، ياكل نص ويترك النص الثاني. فصار عنده فضول انه يروح يسأله لهذا الشاب انه ليش هيك عم تساوي. فراح لعنده والله الشاب، قال له عفوا، قال له بدي اسألك سؤال، قال له انا بشوفك كل يوم كل يوم تجي لهون وبتطلب الرغيف خبز، بتاكل نص وبتترك النص، في مجال اعرف ليش؟ قام قال له هذا الشاب، قال له والله لانه انا بجي كل يوم بطلب هذا الرغيف، باكل نص انا وعم بترك النص الثاني للشخص اللي بيستاهل انه ياكل معي خبز وملح. فانا بدي شخص يكون قد الخبز والملح اللي بدي ياكله معي، فانا مشان هيك بتركه هذا النص الثاني ليجي هذا الزلمه. فاجى هذا العراقي عجبته القصه، قال له يا سيدي وانا ان شاء الله رح اكون قد هذا الخبز والملح، الخبز والملح اللي معك رح اكله معك. قال له حتكون قده؟ قال له رح اكون قده. قال له انه الخبز والملح اكله مو شغله سهله، الخبز والملح بدك تصونه يعني. فقال له انا قد ان شاء الله. فاجى هذا العراقي اكل هالخبز والملح مع مين؟ مع هذا الزلمه الشامي اللي بالشام، وصاروا اصحاب. يوم من الايام هذا الشامي عزمه لهذا البغدادي اللي عنده على البيت مشان انه صاحبه يعني، عزمه مشان انه ياكلوا سوا وكذا. اجى على البيت هذا البغدادي لعند هذا الشامي وفاتوا قعدوا اكلوا، زبطوا اموره على 24. والبيت هاد كان موجود فيه مين؟ كان موجود مع هذا الشاب الشامي، كان موجود معه امه وابوه، وموجود معه بنت عمه، وهي بنت عمه يتيمه ابوها وامها متوفيين، فكانت عايشه بهذا البيت مع هذا الشامي. وهذا الشاب الشامي كان انه بصراحه ناوي انه يتزوج هي بنت عمه، بس عم يستنى لتتحسن الظروف شوي. فاجى هذا البغدادي وقت راح على البيت شافها لهي البنت، وقت اللي شافها عجبته انه يعني البنت سبحان الذي خلقها انه حلوه وكذا وعجبته. فشو راح هذا البغدادي مشان يكسب انه ما يرفض هذا الموضوع هذا الشامي، شو راح هذا البغدادي قال له لهذا الشامي؟ قال له بحق الخبز والملح اللي أكلته بيني وبينك أنا طالب إيد بنت عمك على سنة الله ورسوله، بتجوزوني إياها؟ فإجى هذا الشامي تنازل عن بنت عمه لهذا الشاب العراقي البغدادي كرمال شو؟ كرمال ال- 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 الخبز والملح اللي صار بيناته. سأل البنت والبنت وافقت، وراحت هاي البنت تجوزت هاد الشاب العراقي وراحت على بغداد. راحت الايام واجت الايام وجار الزمان على هذا الشاب الشامي، اوضاعه تعبت شوي
أوضاعه المادية صارت كتير تعيسة، أوضاعه كتير صارت يعني مزرية، فبحاجة مساعدة. فقعد يفكر، قعد يفكر إنه أنا مين خرج إنه مثلا إلجأ له من بعد رب العالمين. طبعا قال والله ما في غير صاحب الخبز والملح. مين؟ البغدادي. والله حمل حاله وطلع على بغداد مشان يقابل هذا الشاب البغدادي. راح لعنده هذا الشاب البغدادي، أموره تحسنت وصار عنده قصر وأموره صارت تمام وأموره يعني طيبة. فدق والله باب القصر، فتحت الخادمة، قال له أنا بدي أشوف صاحب القصر. قالت له مين حضرتك؟ قال له قليله فلان الفلاني بدي أشوفك، اللي هو بيعرفه يعني. راحت الشغالة وسألت صاحب القصر، قالت له أنه في الفلان الفلاني بدي أشوفك. رجعت الشغالة معها كيس ذهب ورجعت لعند هذا الشاب الشامي وقالت له بيعتذر منك، صاحب القصر مشغول وما خرج انه يشوفك لانه بصراحة مشغول ما بيحسن انه يشوفك، بس بعت لك معي كيس هالذهب هاد اللي معي انه مشان تاخده وتزبط امورك. قال له شو عم تحكي انت؟ قال له شو انا جاي لعنده فكرني جاي بدي اشحد؟ انا مالي جاي عم بشحد، انا في بيني وبينه خبز وملح يا عيب الشوم عليه. مسك الذهبات وزتهم، حمل حاله وراح. رجع هذا الشاب الشامي العمى زعل انه شو هالموقف هذا اللي عامله معي، معقوله هيك؟ لك يا حوينت الخبز الملح اللي بيني وبينه، بس انا 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 تنازلت له عن بنت عمي بحق الخبز والملح اللي بيني وبينه، وانا هلا لاني متضايق شوي وبيجي بيعاملني بهالطريقه هي، انا مالي عم بشحد منه. فهو عم يتفتل بهالشوارع والله ما له عرفان شو بده يساوي، ضايع. واذ بيجي واحد ختيار، مرحبا يا عمي، شافه قاعد هيك لقاه تعبان وزعلان، قال له مرحبا يا عمي، قال له اهلين، قال له خير شو قصتك؟ ليشك وضعك؟ ليشك تعبان؟ بدك شيء؟ لازمك شيء؟ قال له والله قصتي هيك 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 هيك، انا بعرف واحد هون ببغداد وصار معي القصه وانتم بتعرفوا القصه اللي صارت. فاجى هذا الختيار قال له ما تزعل ما تزعل، قال له انا زلمه بشتغل وعندي شغل وبحاجه حدا يدير معي هذا الشغل، شو رايك تشتغل معي؟ اجى هذا الشاب الشامي انبسط، قال له اوه ايه بشتغل، قال له ما عندي مشكله، قال له انا بدي يعني بدي شغل وبشتغل. راح والله هذا الشاب الشامي اشتغل مع مين؟ مع هذا الزلمه، وصاروا يشتغلوا مع بعض واموره صارت تمام و24، وهذا الشاب الشامي حلق وصارت اموره مثل ما بيقولوا باللوز تمام. صار عنده كمان شغل وصار عنده مال وجلست اموره رب العالمين كرمه، وكمان راح اشترى كمان هيك قصر وزبط حياته وزبط اموره. يوم من الايام اندق الباب عليه، فتح الباب، كان في واحدة ختيارة واقفة على الباب. مرحبا يا ابني، قال له اهلا وسهلا خالتي تفضلي. قالت له انا زلمة، انا مرة، انا زلمة. قالت له انا مرة ختيارة وتعبانة ووضعي تعبان ومالي حدا بهالدنيا وبحاجة مساعدة، في مجال تشغلني عندك بهالقصر؟ اكيد لازمك شغالة تساعدك بهالقصر هاد، انت لحالك شو رأيك تشغلني عندك؟ قال له ايه ما في مشكلة يا حي الله اهلا. هلا الفيديو يلي بعده هو عبارة عن فيديو بيحكي عن نصائح على اليوتيوب تمام، يعني بينصح بكثير شغلات على طريقة رفع الفيديو، الاعدادات تبع الفيديو، اعدادات القناة. ففيديو كتير مهم كمان، رح احط لكم هلا منه مقطع، يلا خلينا نسمع ونشوف. هلا الفيديو طبعا اليوم رح نحكيه، رح احكي لكم نصائح مثل ما بيقولوا نصائح هيك سريعه على السريع مشان ما نمل يعني عن اليوتيوب. هلا النصيحه اليوم رح نحكيها عن موضوع انك انت بدك ترفع الفيديو، شو الشغلات المهمه وقت اللي بدك ترفع الفيديو، يعني في شغلات لازم تنتبه عليها وبدك ترفع الفيديو تمام. هلا رح ابلش واقول لكم شو الفكره يلي بدي احكيها. ايه عفوا، وبالنسبه للناس اللي عم يشوفوا فيديو جديد هلا ماكم مشتركين بالقناه، اذا سمحتوا فوتوا على القناه وتفرجوا على القناه، ومن فضلكم دعموني واعملوا اشتراك بالقناه واعملوا لايك وشاركوا الفيديوهات تمام. يلا خلينا نبلش. هلا اول شغله رح نحكي فيها، لا تفكروا انه العنوان تبع الفيديو هو بس الكافي انه يجذب المشتركين لحتى يفوتوا يتفرجوا على الفيديو تبعك. لا، هلا في نحن عنا شغله
في شغلة كتير مهمة كمان اللي هي الصورة المصغرة، يعني الصورة المصغرة يلي بتحطوها على الفيديو وقت الناس بفوتوا مثلا بيعملوا بحث بجوجل أو باليوتيوب فبيطلعوا بيشوفوا صورة الفيديو من برا، هاي الصورة بتلعب دور كتير كتير. تمام، أنا ليش عم بحكي لكم هاي الشغلات؟ أنا عم بحكي لكم هاي الشغلات لأنه أنا وقت اللي بلشت أعدل هاي الأمور فرقت معي القناة، يعني القناة كان ما يجينا عليها مشتركين يمكن بالأسبوع 3-4، بس بعد ما اتبعت هالأمور هاي كلياتها والنصائح بصراحة من إخواتنا كمان اليوتيوبرية الله يجزيهم الخير، في عالم كتير عنده أقنية كمان فيها نصائح كمان الله يجزيهم الخير، أنا استفدت منهم يعني. تمام، فأنا هاي وجهة نظري هلأ اللي عم بحكي، أنا وجهة نظري فالصورة المصغرة بتلعب دور كبير، يعني أنتوا لازم تعملوا صورة مصغرة للفيديو يلي بدكم تعملوه تكون ملفتة للنظر. تمام، هاي عنا نقطة. نقطة تانية العنوان، يعني العنوان ما لازم يكون طويل، يعني ما تحطوا عنوان طويل مثلا، يعني مثلا انتوا عاملين عنوان عاملين فيديو عن طبخ، والطبخة مثلا اليوم انه طبخة الدجاج مع الرز وكذا، يعني لا تطولوا الكلام، يعني لا تكتبوا انه كلمات طويلة، لا خلص الطبخة شو هي مثلا، لنفترض مندي. تمام، باختصار يعني حاولوا تكتبوا انتوا بين 20-30 حرف مو اكتر. تمام، يعني ما تطولوا كتير العنوان، وهي شغلة. شغلة تانية لا تحطوا الايموجن، هلأ في الايموجن هدول بنحطوا السمايلات والحركات وكذا، هدول لا تحطوهم، يعني هدول بصراحة احيانا بيأثروا كمان على محركات البحث. تمام، اذا كتير كتير حابين كنت تحطوا، حطوا ايموجن واحد. تمام، ما تحطوا كتير، حطوا ايموجن واحد. تمام، هاي شغلة. شغلة تانية حاولوا كمان بالفيديوهات اللي انتو بدكم تنزلوها ما يكون في تشابه، يعني تشابه كلمات او تشابه اسماء، يعني مثلا انتو بدكم تعملوا فيديو عن الطبخ، فتوا على مواقع تانية شفتوا اقنية تانية حاطين مثلا عنوان عجبكم العنوان انتو اخدتوه نسختوه حطيتوه مثل ما هو، لا هي مو منيحة هاي الشغلة. شوفوا العنوان بس انتو الغوا منه شيء للعنوان وضيفوا عليه شيء انتو ببالكم هيك، يعني مميز يكون مميز. تمام، هاي شغلة كمان كتير مهمة. وحاولوا دائما حطوا العبارات سهلة وتلفت النظر، يعني مثلا انه اسهل طريقة لطبخ المندي. تمام، مثلا اسهل طريقة لتعلم اللغة الألمانية. تمام، مثلا افضل 10 نصائح لقناتك الجديدة، يعني استعملوا كلمات هيك يكون فيها أفضل أسهل أقدم أسرع، يعني هدول الكلمات استعملوها لأنه تلفت النظر. تمام، حطوا كلمات تلفت نظر. وهي نصيحة مهمة جدا جدا، لا تحطوا عنوان الفيديو وصورة الفيديو غير اللي موجود بالفيديو، يعني أنتم مصورين فيديو مثلا عن طبخة معينة، لا تحطوا صورة انه مشان تلفتوا نظر انه والله لشغلة بس انتوا عاملين غير طبخة بالفيديو وغير معلومات وغير قصة، هاي الشغلة بتضر كتير. يعني مثلا مثل واحد مثلا حاطت فيديو انه عم يحكي عن السيارات وكاتب انه عالم السيارات وفوتوا وفرجوا على السيارات اللي حاططها وسيارات خارقة وحارقة متفجرة. تمام، فبيطلع الواحد على العنوان انه ملفت، يعني والله عنوان حلو، بيفوت لجوا على الفيديو بيطلع هيك بلاقي بسكليتات وسكوترات. تمام، فبيطلع هيك انه شو هالتافه هاد، يعني تمام تمام احترامي للكل يعني، فانه هاي القصه ديروا بالكم منها. تمام، فلا تحطوا صوره ولا تحطوا عنوان ما له علاقه بالفيديو واللي عم تحكوه انتوا بالفيديو، شو عم تحكوا بالفيديو شو المعلومات بالفيديو، حطوا العنوان تبعها مشان ما الناس تنفر من القناه تبعكم، هاي نصيحة مهمة. تمام، يعني شو موجود بالفيديو حطوا الصورة والعنوان نفس اللي موجود بالفيديو. تمام، هاي شغلة. شغلة تانية مثلا وتحطوا انتو مثلا الفيديو كنت تعملوا ترفعوا الفيديو، في عنا الوصف كلياتنا بنعرف الوصف اللي انتو تكتبوا فيه شو هو الفيديو تكتبوا فيه انتو اللي بدكن اياه. تمام، حاولوا تكتبوا بالوصف اكتبوا انه مثلا شو هو الفيديو واكتبوا نبذة عن الفيديو، يعني الفيديو عن شو عم يحكي، بيحكي مثلا عن طبخة المندي، حطوا مثلا انه طبخة المندي حطوا معها مثلا المقادير،
انه واحد مثلا كيلو جاج بهارات كذا كذا كذا، انتوا يعني شو عندكم مثلا الموضوع حطوا بالوصف شو النبذة عن الفيديو. تمام، هاي شغلة. شغلة تانية اهم شيء كمان موضوع كتابة العلامات. عرفتوا وين كتابة العلامات؟ كتابة العلامات اللي بتجي هلا رح احط لكم ورجيكم وين كتابة العلامات، اللي هي بتجي انه بدك تحط الكلمات مشان يطلع الفيديو تبعك بمحركات البحث، ان كان بجوجل، ان كان باليوتيوب، ان كان مواقع تانية. تمام، هدول يعني بصراحة كتير مهمين انك ان بالعلامات تحطوا كلمات تكون تطلع بالبحث. تمام، هلا انا رح اعطيكم طريقه، انا بصراحه بستخدمها هاي الطريقه، رح اقول لكم عليها هلا ورجيكم كيف باليوتيوب بالجوجل او باليوتيوب. تمام، انا بطريقه هي كتير بستعملها. مثلا انا بدي نزل فيديو عن اللغه الالمانيه، تمام، فبدي اشوف انا بمحركات جوجل شو ممكن الكلمات المفتاحيه اللي هي تخليه يطلع الفيديو تبعي مثلا بالبحث. بفوت على جوجل، شوفوا شو بعمل، بفوت على جوجل بكتب مثلا تعلم اللغه الالمانيه، تمام، بسهولة. بشوف هون جوجل شو أعطاني خيارات. جوجل بتعطيني خيارات انه هاي الكلمات فيك تحطها، معناتها هاي الكلمات انه انا وتحطها على الوصف تبعي وبالعلامات بتطلع بالبحث. تمام، لانه هاي الكلمات هو أعطاني خيارات انه هاي موجودة، هاي العبارات فيك تستعملها. تمام، اما اذا ما طلع لي مثلا، شوف اللي بكتب مثلا كلمة تانية ما طلع لي مثلا عبارات، معناتها هاي الكلمة ما بتل يعني صعب انها تطلع بمحركات البحث تبع جوجل. تمام، شوفوا يعني هلا مثلا انا عم بكتب تعلم الماني كيف ما بدي، يعني شوفوا ما عم يعطيني خيارات، شايفين يعني شو هي انه تعلم الماني كيف ما بدي؟ ما في هيك شيء بجوجل بيطلع هيك بحث، فلازم يكتب مثل ما كتبنا نحن. تمام، بالإضافة في برنامج أنا عملت عنه فيديو وقلت لكم عنه كمان، هذا كتير كتير بيساعد بأنك تحط كلمات بالعلامات عندك مشان تساعد بوجود الفيديو تبعك محركات البحث، اللي هو الفيديو قلت لكم وحطيت لكم يام اللي بيحكي البرنامج كان عن تاج يو، اسمه برنامج اسمه تاج يو، اللي ما شافه بإمكانكم تفوتوا على القناة عندي تفوتوا وتشوفوه، ورح حط الرابط أنا هلا تبعه مشان تشوفوا إذا بتحبوا. تمام، تمام، هلا رح نكتفي اليوم لهذا القدر من المعلومات، بكفي. في معلومات تانية ان شاء الله بنحكيها بفيديوهات تانية، بس هلا رح احكي هاي المعلومات اللي مثل ما بيقولوا اني سريع على السريع، ما بدنا نطول كتير مشان ما نمل. تمام، فهدول المعلومات اللي حكيت لكم اياها باذن الله يعني اتبعوها ورح تلاقوا فرق كبير بقنواتكم. تمام، في شغلات تانية رح احكيها انا عن موضوع القناة، رح احكيها بفيديوهات تانية ان شاء الله. تمام، بتشكركم لحسن المتابعة، إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملونا لايك وتشاركوا الفيديو، ولا تنسونا من التعليقات، تعليقاتكم الحلوة أنا على طول بحب تعليقاتكم وآرائكم بشي اللي عم أقدمه. تمام، فلا تحرمونا منهم لهذول التعليقات الحلوين. بالإضافة للناس اللي عم يشوفوا الفيديو جديد، رجاء ثم رجاء اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا الفيديو يلي بعده كان فيديو هيك ترفيهي مثل ما بيقولوا، يوميتها نزلته عندي على القناة أنا وقلت فيه إنه خلونا نطلع شوي من جو التعليم والبرامج والقصص هاي ونتسلى شوي. فهذا الفيديو حطيته أنا يوميتها، كان في أنا هدول عندي هدول البطاط رفقاتي يعني كل يوم هيك بروح الطعمية وكذا، فهذا الفيديو كتير حلو كمان، تفرجوا عليه وشوفوا. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ خلينا نطلع شوي من جو التعليم وجو الشرح والبرامج والقصص هاي. تفرجوا، هدول رفقاتي كل يوم كل يوم بجي لهون بوقت الاستراحة وبقعد هيك معهم شوي، حط لهم أكل. شوفت عنكم هدول عيلة، شايفين هاي الأم والأب ومعهم ثلاث أولاد، وهدول عيلة هيك عم يتخانقوا كرمال السلطة، مين بده يأكل مين بده يقري. ما شاء الله أنا يعني هدول بلشت فيهم يعني كانوا خمسة ستة هيك ست بطاط، بعدين سبحان الله بلشوا يزيدوا ويزيدوا ويزيدوا بفضل رب العالمين. شايفين هدول عيلة، هدول عاملين قبيلة.
وهذول ضايعين بين الرجلين، هذول يا حرام لكم. هي تعال تعال، هذول غير فصيله، هذول هي تجي غير فصيله هذول، تمام. هذول كلهم عيال، شايفين هلا هون عم يحكوا قصص وسيار، تمام. هلا سمعانين انتم شو عم يسووا، عم يحيوكم، عم يسلموا عليكم المشتركين الاصراف اللي ما في منهم، اللي عم يدعموني بالقناه، واللي حيفوتوا ويشتركوا هلا يدعموني ان شاء الله بالقناه، شايفين. والله حبيت صور لكم بس نطلع من جو، نطلع من جو التعليم وجو الشغلات هي. والجو اليوم ما شاء الله شفت عينكم مشمس، وهي بلش الطيران هلا بالمانيا، كان صار له زمان موقف وما في طيران بسبب الكورونا، هلا رجعوا بلشوا وظبطت الامور ان شاء الله، يعني عم ترجع شوي شوي الامور. فشو رايكم فيهم، حلوين حلوين؟ اه والله الجو عن جد حلو حلو. خرج هرج هلا هيش يشكي هون هلا بهالميات بهالشوبات كمان، يا عيني شايفين محلا، سمعانين صوتهم عم يسلموا عليكم. ها تستغربوا من هذا الصوت، لا عم يسلموا عليكم. هلا هدول عيلة شايفين، وهدول عيلة، هدول كانوا صغار بس ما شاء الله كبروا، هدول عيلة كمان هون. وينهم؟ وعنا هدول عيلة، لك هدول جايبين بس ولد واحد، بس هدول جايبين ثلاثة، في عيلة جايبين خمسة. وينهم؟ راحوا. في عيلة ما شاء الله جايبين خمسة، هذيك لحالهم عاملين قبيلة وعاملين جيش، شايفين. هدول كانوا صغار اثنين، هاي الأب وهي الأم كبروا، هذاك وحداني شكله لساته عزابي مسكين، الله يطعمه شي هيك بنت حلال ويطعم كل العزابية. هدول النورس كمان بيجوا بياكلوا كمان بالعادة، زعلانين اليوم انه ما لحقوا ياكلوا، شايفين ما احلاهم. منظرهم حلو، منظرهم حلو هيك يفرفح. هدول كمان عيلة، هدول عيلة بس هدول كبرانين ما شاء الله، عندهم هلا ولدين، هي واحد اثنين كبرانين، سمعانين. هي النورس عم يحيوكم كمان، ها وبس بطلت ليكم 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 ليكم، يلا عم يسلموا عليكم، سمعانين. بحبه انا طير النورس على فكره، كثير بحبه، لذيذ صوته حلو شكله حلو. الجو اليوم بألمانيا صيف نظامي، من فترة كان والله كتير هيك جو لساته غيم وبرد، بس اليوم الجو حلو ما شاء الله. شوفوا هدول عيلة تانية كمان غير هدينك، شوفوا هدينك عندهم ولد، هدول عندهم ثلاثة، هدول عندهم اثنين، ليكو هاي البطة كتير كتير حلوة كمان، هاي من غير فصيلها، هي بيجي لونها اخضر ورمادي واسود، ليك طارت. تعي 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 ليك ليك، بدي احاول اصور لكم اياها عن قريب، بس خليني اقرب عليها ان شاء الله ما تطير. طارت ليك هاي، شايفين ما احلى. تمام اخواتي، والله بس حبيت اورجيكم هيك المنظر، منظرهم حلو بصراحة، وحبيت هيك بس طلعكم من جو التعليم والبرامج والشرع والقصص هي، هيك بس نتفرج شوي ونتسلى. تمام، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا الفيديو يلي بعده فيديو عبارة عن قصة، كمان قصة نزلتها، قصة كانت كتير حلوة وفيها عبرة، يعني بالنسبة لواقعنا فيها عبرة يعني كمان، تمام؟ كمان قصة كتير حلوة، كمان اسمعوا منها هيك شوي، وإذا حبيتوا تفوتوا تسمعوها كاملة فوتوا لعندي على القناة.
اليوم في عنا قصة وفيها عبرة كمان حلوة بهالحياة اللي احنا عايشينها، يعني هذا واقعنا وهذا اللي عم يصير هلأ بهي الايام يعني للأسف. هذا على زمان الملوك، الملك لله طبعا الواحد الأحد الفرد الصمد. من زمان على زمان الملوك، وكان الحكام الملوك يحكموا البلاد، كان في ملك حاكم بلد، وهذا الملك للأسف كان ما بيجيب أولاد، تمام؟ يعني ربنا ما كرم أولاد، فكان هو كتير زعلان ومزعوج إنه بده ولي العهد وبده يعني كذا. وبتعرفوا أنتوا ملك يعني بحب إنه يكون في عنده ولي عهد مشان يستلم بعد منه وضل السلالة ماشية يعني. فالمهم إنه رب العالمين كان ما عم يكرم أولاد، فجاب أطباء وجاب أدوية وجاب وعمل وساوى وكذا. بعد محاولات كتيرة رب العالمين حن عليه وكرم ولد، اجا ولي العهد. اوه انبسط روق يا عيني، اجا ولي العهد وتمام وفرحوا على 24 وكله تمام. اجا عم يشوف ولي العهد عم يطلع عليه هيك، العمى طلع هيك، لا الولد ما في، جاي بإذن واحدة بس، يعني له إذن واحدة بس ما له إذنتين. فطلع هيك انه كيف هيك، تعصب وانزعج وضاج وما عارف شو بدي يساوي، انه شلون هيك انا ابني ولي العهد ابن ملك بكره يكبر هيك يصير انه يمشي بين العالم ما له غير اذن وحده، كيف هيك يعني بده يصير، ما بيمشي الحال. جاب المستشارين تبعه وقعد يسال وانه شو رايكم، شو الاستشاره وشو بتشيروا علينا. فشي صار يقول له انه ممكن احنا نخليه يلبس شماغ على طول او يحط طاقيه مثلا او شيء، على زمان من زمان كان يلبسوا هذا الزي الملكي. وشي صار يقول له لا ما بيصير، لازم يضل مثل ما هو يخليه على طبيعته. وشي صار يقول له انه لا اصحكم انه يطلع برات القصر، ما بيصير هذا ابن ملك. وصار في اراء كتيرة ومتعددة ومشكلة اشكال والوان. صفن بعدين الملك هيك قال له لا، قال له انا لقيت الحل. شو الحل يا سيدنا؟ قال له الحل كل مين بيكون عمره تحت 50 سنة بدأ تنشال إذنه، بدأ نقطع إذنه، بدأ يعيش بإذن واحدة. كل من عمره تحت 50 سنة بده يكون عايش بإذن واحدة، وأي ولد بيولد من يوم ورايح على هالدنيا أول ما بيولد لازم تنقطش إذنه، يعني لازم يشيلوا له إذنه، يعيش الولد بإذن واحدة، ولد ولا بنت ولا شو ما كانت، بده يعيش بإذن واحدة. يعني بدها تصير البلد كلياتها من يوم ورايح بإذن واحدة العالم تعيش. فطلعوا هيك انه ملك، يعني هذا ملك، شو بدهم يعملوا، امر من ملك، طبعا الملك لله حكينا. فامر هذا الملك انه كل مين بقى تحت 50 سنة تنقطش اذنه، وكل مين بيولد تنقطش كمان اذنه وبعيش بإذن واحدة. ومشيت الأمور هيك لحتى 10 سنين 15 سنة 20 سنة على هذا النظام ماشيين الجماعة. فتطلع على البلد كلها بتلاقي بلد كلها العالم عايشة بإذن واحدة، كل شيء عمره تحت 50 سنة عايش بإذن واحدة. فالأمر طبيعي كان عندهم إنه اللي عايش بإذن واحدة هذا أمر طبيعي، مع إنه هو غلط. المهم يوم من الايام كان في واحد ماشي بالسوق جاي شكله من بلد تاني، اجى على هذا السوق حاطط كان على راسه هيك شماغ وكذا، لانه بيعرف انه هي البلد هيك 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 قصتها. المهم فاجت نسمة هوا طار هذا الشماغ من على راسه، وقع من على راسه، اللي عم تطلع هيك طلعت هيك العالم عليه، اللي عم شوها لك هذا له ادنتين، شلون هيك له ادنتين هذا؟ طلعوا هيك صار يطلعوا كلياتهم ببعضهم انه العمى يعني شلون هيك، والله غريبة انه شلون هذا قالوا ادنتين وكلياتنا احنا انه ادن الوحدة. صاروا يضحكوا عليه يتمسخر عليه، ليك طلع العمى هذا قالوا ادنتين، ليك شكله كيف منظره، العمى على المنظر، لك شلون هيك هذا، شلون لك انت ادنين. صاروا يضحكوا عليه وصار مسخرة بالسوق لكل اللي موجودين بالسوق. نحن نطلع هذا الزمن عم شوها لعمى ليش كله عم يتمسخر عليه، والله انا معناتها بدي انا لازم اقطع اذني، انا هلا رح اقطع اذني مشان اصير مثل منهم انا. فقرر انه يجي ويقطع اذنه
كرمال انه شو؟ كرمال انه يرضي هالناس، مع انه هالناس هي على غلط، انه هن الغلط ومو عارفين انه هن الغلط، واجا صار بده يمشي مع هالناس ويقطع ابنه كرمال انه الناس تمسخروا عليه وتمقلسوا عليه، مع انه هو الصح، هو الطبيعي، هو السليم. فالعبرة من هي القصة اللي عم بحكيكم اياها، انه هذا وقتنا والعصر اللي احنا عايشين فيه هلا هيك، ان الانسان بيكون على صواب وبيكون صح وبيكون هو. هلا الفيديو يلي بعده، هذا الفيديو بيحكي عن شركات التأمين هون بألمانيا، تمام؟ شركات تأمين، في تأمين السيارات، في تأمين البيوت، في تأمين النفس، في كتير شغلات. فاليوم عم بحكي عن هذا التأمين تبع تأمين السيارات، وفي نقطة وفي ثغرة بالموضوع عم بحكي فيها، تمام؟ خلينا نسمع الفيديو. اليوم رح نحكي عن موضوع التأمين تبع السيارات اللي هو بألمانيا، تمام؟ هلا هذا التأمين تبع السيارات، كل مين عنده سيارة معروف انه وقت اللي بده يروح يسجل سيارته، اشترى سيارة جديدة، بده يروح يسجلها بالمرور، تمام؟ عشان يعمل سولاسونج. هلا وقت اللي بده يروح لهنيك لازم يكون جايب رقم اللي هو اي فاو بي نمار، تمام؟ هذا الرقم اللي هو الاي فاو بي نمار، هذا مشان اذا انت بدك تروح تسجل سيارتك بالمرور، اذا ما كان معك هذا الرقم ما بيحسن سجلك السيارة، لأنه أنت بيكون لسه مالك عامل تأمين للسيارة، تمام؟ فالفكرة رح أحكيها اليوم عن هذا الرقم، تمام؟ وشو الميزة اللي بتحسن تعملها أنت عن شركة التأمين كل فترة من السنة، تمام؟ الفكرة هلا الواحد وده يشتري سيارة بده يروح يسجلها بالمرور، لازم يجيب هذا الرقم اللي قلت لكم عليه، الإيفاو بينمار، تمام؟ أنت بتجيب تأمين مثلا نفترض من شركة هوك، تمام؟ أخذت أنت هذا الرقم وحملت حالك ورحت لوين؟ على المرور، تمام؟ بتعطيهم الرقم بيسجلوا لك السيارة، تمام؟ وين الفكرة اللي بدي أحكيها اليوم؟ الفكرة اللي بدي أحكيها أنه أنت بس عملت تأمين عن شركة مثلا هوك، هذا التأمين يفضل أنك تضلك عليه لمدة سنة، تمام؟ يعني تضلك أنت عامل تأمين عنده لمدة سنة. هلا الفكرة اللي بدي احكيها انه انت بامكانك كل سنة، كل سنة بشهر اكتوبر، من 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام، بامكانك تتصل مع الشركة وتقول لهم مرحبا انا جبت عقد جديد وجبت عرض جديد من شركة تانية، اعطوني سعر اقل من سعركم. طبعا انت شو بتكون مساوي؟ انت بتكون جايب عرض مثلا من شركة تانية، من شركة ادي ادسي مثلا، بتجيب عرض مرتب، بيعطوك عرض مرتب، انت عم تدفع مثلا بالشهر 100 يورو، بتجيب عرض بيعطوك عرض شركة ادي ادسي، عرض جديد بمثلا ب 80 يورو بالشهر، تمام؟ فانت شو بتساوي؟ من 15 حصرا، من 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام؟ شو بتساوي؟ انت بتتصل بالشركة بتقول لهم انا جاني سعر جديد ولقيت عرض تاني بشركة تانية، فانا بصراحة حابب اني انتقل على هذا، على هي الشركة التانية واخذ هذا العرض. الشركة هي انت تسجل عندها شركة هوك، شو بتقلك؟ بتقلك انه اخي ما في مشكلة، شو العرض اللي اجاك؟ والله انت بتقول انه اجاني عرض مثلا ادفع بالشهر 80 يورو. يومو شو بيساوي هني؟ بيحسبوا عندهم على الكمبيوتر، بيطلب يقولك ايه لا ما في مشكلة، احنا بنعطيك هذا العرض كمان ب 80 يورو واقل كمان بنعطيك، تمام؟ يا بيعطوك عرض انه 80 يورو واقل، يا اما بيقولك انه احنا بنعتذر منك ما فينا انه نعطيك عرض اقل لانه احنا بتوفي معنا مثلا 100 يورو كل شهر، تمام؟ طيب الفكره وين؟ الفكره انت اذا بدك تعمل ابميلدونج من على شركه هوك، تمام؟ انا هيك كنت افكر بصراحه، اذا بدك تعمل ابميلدونج من على شركه هوك لازم تحمل حالك وتروح على الشركه الجديده اللي جبتها انت، بيعطوك اللي هن الرقم الجديد تبع الاي فاو بي نوما، وبدك تاخذه ترجع على المرور وتسجل سيارة برقم جديد لأنك أنت انتقلت على شركة تانية، تمام؟ إيه طلع لا، أنا في واحد صاحبي ألماني حكى لي هذا الموضوع، قال لي لا، قال لي كل 15 أكتوبر ل 30 نوفمبر بيحق لك تتصل على الشركة وتجيب عرض من شركة تانية، بيحق لك تتصل على الشركة وتقول له للشركة إنه أنا بدي أغير، وبيحق لك إنه تطلع من الشركة اللي أنت مسجل فيها إذا ما عطوك عرض منيح، تطلع من الشركة اللي أنت سجل فيها على شركة تانية
بنفس الرقم اللي انت اخذته تبع الاي فاو بينو الاي فاو بينومار. يعني ما في داعي انك تروح تعمل رقم جديد بالمرور وتعمل نمر جديده وقصص جديده، لا. اللي حصرا من 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر بتحسن تعمل هاي الحركه هي كل سنه عند كل شركات التامين هيك. طبعا الا اذا بعت السياره، اذا بعت السياره انت مثلا خلال هالسنه ورحت عملت لها اب ميلدونج، اوتوماتيكيا الشركه بينعمل اب ميلدونج من عندهم بالتامين اوتوماتيكيا، تمام. فهي المعلومات بصراحه يعني انا بالنسبه لي جديده، تمام. واكيد في ناس يعني في ناس كتير ما بتعرف هذا الموضوع، يعني احنا كلياتنا اجينا جداد على المانيا وكلياتنا مثلا عم نتعلم كل يوم كل يوم عم نتعلم شيء بقوانينهم وشيء بامورهم، تمام. فهي الشغله انا بصراحه حبيت افيدكم فيها، انه انت اذا كان عندك تامين بشركه وبدك تغيره لتامين تاني، تمام، بتحسن تغيره من كل 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام. اما اذا انت بتحمل حالك وبتروح لعندهم، لنفترض انت سجلت عندهم باول السنه بشهر يناير، تمام، انت بشهر 5 ما بدك التامين عندهم هذول الجماعه، ما بدك اياه، لقيت تامين احسن مثلا ارخص. اذا بتروح لعندهم وبتقول انه انا لقيت تامين ارخص وبدي الغي التامين من عندكم، بيقول لك ايه ما في مشكله، اهلا وسهلا، بتلغي التامين، بتلغي التامين من عندهم. بس انت بهالحاله ما بتحسن تضل على نفس الرقم تبع الاي فاو بينومار، ساعتها بدك تعمل اب ميلدونج، تعمل تسجيل خروج من هاي الشركه وترد ترجع بقى لوين على المرور، تمام، تاخذ الرقم الجديد اللي اخذته من التامين الجديد الشركه الجديده اللي شفتها انت كشفتها، وتاخذ الرقم الجديد اللي هو الاي فاو بينومار وتروح على المرور من اول وجديد، تعمل اب ميلدونج للسياره النمر القديمه وترد ترجع تعمل ان ميلدونج للسياره للتامين الجديد. يعني انت بهالحاله بدك تتكلف مرتين، تمام، انك انت لغيت التامين قبل السنه، تمام. فانا هي الفكره اللي انا عم بحكيها، يعني انك انت بتحسن بس ب 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر تبدل التأمين شركة التأمين تبعك على نفس الرقم القديم اللي انت مسجل عليه بالمرور. يعني ما في داعي تروح تعمل اب ميلدونج وترد ترجع مثلا تعمل ان ميلدونج للرقم الجديد من شركة جديدة، لا، هذا حصلا من 15 اكتوبر ل 30 نوفمبر، تمام. والله بصراحة حبيت بس افيدكم بهالموضوع، ولانه بصراحة معلومات يعني اجتني فحبيت اني اشارككم فيها، لانه اكيد في عالم كتير بتستفاد من الموضوع. يعني ما بقولكم انه كل الناس ما بتعرف، يعني في ناس ممكن قديمه هون بالمانيا بتعرف هذا الموضوع، بس نحن كلياتنا اجينا جداد عم نتعلم كل يوم كل يوم اشياء جديده بالمانيا وبقانون المانيا. بتشكركم، اذا عجبكم الموضوع عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك، واي تعليق حابين مثلا تعلقوا تسالوا اي سؤال كمان انا حاضر ان شاء الله باذن الله. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلأ عنا هذا الفيديو بيحكي عن كمان دروس تعلم اللغة الألمانية، هذا كان الدرس الأول، أول درس عملته باللغة الألمانية، تمام، تعريف أفراد العائلة، كمان كتير حلو. هلأ هحط لكم مقطع منه شوفوا. تمام، هلأ حنبلش نحن اليوم أول درس اللي هو المنشن، تمام. راح نبلش بهذا الدرس اللي هو المنشن، ومثل ما مو شايفين عنه هون مكتوب عنه هون دي فاميليا، تمام، وتحت مكتوب عنه هون ديرشتام باوم اللي هي شجرة العائلة، تمام. فهلأ راح أحكي واحدة واحدة وتشوفوا كيف بتلفز كل كلمة إن شاء الله. هلأ عنا هون أول صورة مثل ما كنتم شايفين مكتوب عنا هون دير شفيقة فاتا، دير شفيقة فاتا أي اللي هو العم، العم اللي هو أبو الزوجة، تمام. هلأ عنا الصورة الثانية دي شفيقة موتا، دي شفيقة موتا أي الحماية، تمام، اهم شيء الحماية، بكون ديروا باكم على الحماية. هلا عنا الصورة الثالثة اللي هي دي ايه فغاو، دي ايه فغاو
اللي هي الزوجة، تمام؟ كمان هون كنت انتبهوا وديروا بالكم. تمام، عنا هلأ هاي الصورة اللي هو دير إيامان، دير إيامان، تمام، اللي هو الزوج. عنا هون هلأ الصورة كمان هاي مكتوب دير شفاغا، اللي هو أخو الزوج، تمام، أخو الزوج شفاغا. عنا هلأ هون ديش فيجرين، ديش فيجرين، اللي هي مرت الأخ، تمام، ديش فيجرين، تمام. هلأ عنا هون كمان دير شفيغازون، هذا بيكون زوج البنت، يعني واحد عنده بنت زوج بنته اللي هو شفيغازون، دير شفيغازون، تمام. طبعا أخوه للعروس ما بيحسن يقول انه والله هذا ما نشفيغازون، لا، لانه هي بس للأب، يعني الأب اللي هو بيكون حماه هو اللي لازم يقول ارست ما نشفيغازون، تمام، انه هذا زوج بنتي. اما أخوه للبنت ما بيحسن يقول ارست ما نشفيغازون، لانه هذا بيكون صهره، تمام. فاذا بدي يقول له مثلا انه هذا صهري بدي يقول هذا ارست ما نشفاغا، تمام. هلا عنا هاي الصورة كمان دي توختا، دي توختا اللي هو الابنة، تمام. عنا هلا كمان هاي الصورة دير زون، دير زون الابن، تمام. هلا عنا هون دير انكلن، دير انكلن، تمام، اللي هو الحفيد الصبي، تمام. عنا هلأ هون دي انكلن، دي انكلن اللي هي الحفيدة البنت، تمام. هلأ بننتقل للصفحة الثانية، عنا هون دير جروس فاتا، دير جروس فاتا اللي هو الأب تبع العيلة، يعني الجد، تمام. طبعا في إلى معنى هي بالعامية بطريقة تانية، فيك تقول Er ist mein Opa، يعني انه الجد، بس هي هون مكتوبة Der Großvater، تمام. عنا هلا الصورة هي الثانية Die Großmutter اللي هي الجدة كمان، تمام، تنقال بالعامية Die Oma، تمام، Sie ist mein Oma، انه هي جدتي، تمام. هلا هون عنا هي تحت Die Mutter، دي موتا الام، تمام. عنا هون اللي بعدها دير فاتا، دير فاتا اللي هو الاب، تمام. عنا هلا هاي اللي بعدها دي تانتا، دي تانتا. هلا التانتا بتصير للعمه وبتصير للخاله كمان، تنتين، تمام. بس انت لو تحدد انه مثلا العمه Sie ist mein Tante von mein Vater Schwester. Oder sie ist mein Tante von mein Mutter Schwester. يعني هي عمتي أخته لأبي أو عمتي أخته لأمي. هلا عنا اللي بعدها Der Onkel. Der Onkel. تمام؟ اللي هو العم. العم كمان بصير الخال. هلا عنا هون اللي بعدها Die Schwester. دي شفيستا اللي هي الأخت، تمام. عنا هون اللي بعدها دير بغودا، دير بغودا الأخ، تمام. عنا اللي بعدها اللي هو بتصير دي كوزينة، دي كوزينة، تمام، اللي هي ابنة العم، أو بتصير كمان بنت الخال، بنت العم، بنت العمة، تمام، أو للذكر بتصير ماين كوزين بدون هاي الاي ان اي، تمام، للذكر بتصير ماين كوزين، اما هون دي كوزين اللي هي ابنة العم او ابنة الخال، تمام. عنا هون هلا دي نشتة، دي نشتة، تمام، دي نشتة اللي هي بنت الاخت، يعني انت بتكون خالة بنت الاخت، تمام. عنا هون آخر واحدة اللي هي دير نفة، دير نفة
اللي هو كمان ابن الأخت اللي أنت بتكون كمان خاله. تمام؟ هاي بالنسبة لهدول. هلأ هلأ رح أعطيكم كمان في كلمات تانية من ضمن هالموضوعات. تمام. هلأ عنا هون هاي الأسماء التانية. تمام؟ رح لكم يا هلأ كمان لفظ وبالإضافة تكتبوها أنتوا إذا حبيتوا تكتبوها موجودة عندكم. تمام؟ هلأ في عنا هون مثلاً مثل ما كن شايفين مكتوب أول كلمة اللي هي فوق الأقارب. تمام؟ الأقارب بتصير دير أو دي فيرفانتا. دير أو دي فيرفانتا. تمام؟ هاي الأقارب. هلأ عندي آخر فيديو بيحكي عن كمان قصص الأطفال. القصة كانت قصة البحر الحزين وكان فيها عبرة كمان للأطفال وللكبار بنفس الوقت. تمام؟ يلا خلينا نسمعها لآخر قصة بالفيديو. مرحبا يا أطفال يا حلوين، كيفكم؟ أكيد أنتوا اشتقتوا أنكم تسمعوا قصة جديدة قبل ما تناموا، وأنا اليوم راح أحكي لكم قصة كتير كتير حلوة. والقصة اليوم بتحكي عن البحر الحزين. كان يا مكان في قديم الزمان كان في بنت اسمها سارة وكان عندها أخوها اسمه سامي. كانوا قاعدين بالبيت وهن قاعدين بالبيت اتفقوا هو وأخته أنه يروحوا ويقولوا لجدهم أنه ياخدهم على البحر مشان يروحوا على البحر ويلعبوا بالرمال ويسبحوا هنيك بالبحر. راحوا لعن جدهم وقالوا له جدو جدو الله يخليك الله يخليك خدنا على البحر، نحن حابين نروح على البحر ونسبح ونلعب هنيك بالرمال. والله قال لهم جدهم ما في مشكلة رح أخذكم، روحوا البسوا وجهزوا غراضكم ويلا مشان نروح على البحر. فرحوا كتير هي وأخوها وراحوا وضبوا غراضهم وأخذوا الألعاب تبعهم مشان يلعبوا بالرمال بالبحر وينبسطوا هنيك. والله حملوا حالهم وراحوا هن وجدهم. وصلوا على البحر، أول ما وصلوا على البحر طلعوا هيك على البحر قام لقوا البحر المي تبعه راجع لورا، راجع عن الشاطئ هيك مراجع لورا وملم أربع على الشاطئ. فاستغربوا. قام اجت سارة سألت جدها قالت له جدو جدو ليش البحر راجع هيك لورا وليشك ما مقرب على الشاطئ؟ قام قال لها جدها قال له هو البحر احيانا بيرجع لورا وبيرجع بيقرب على الشاطئ وشرح لانه ليش هيك يعني بيصير. المهم قالت له ماشي. قال له يلا روحي انت واخوكي طلعوا العابكم وقعدوا على الرمل وعملوا البيت اللي بتعملوه على الرمل والعبوا ويلا انا رح اقعد هون قدامكم. والله راحوا عم يلعبوا هن عم يلعبوا راحت سارة قالت له لأخوه قالت له أنا هلأ بدي روح أتسطح شوي هيك على البحر. وهي متسطحة على الرمال كان فوق منها في المظلة متسطحة هيك وعم تتأمل صوت البحر وعم تتأمل الهدوء وعم تتأمل إنه ريحة البحر الحلوة لأنه البحر كتير كتير حلو بيعطي راحة نفسية. المهم وهي متسطحة فجأة. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وعجبكم كل شيء قدمنا لكم اياه وشفتوه بهذا الفيديو. تمام مثل ما قلت لكم هذا الفيديو هو عبارة عن شرح عن القناة ونبذة صغيرة عن الفيديوهات اللي موجودة عندي بالقناة. لسه في فيديوهات اكتر من هيك بس انا ما حطيت الكل، حطيت هدول اللي طلعوا معي هلا. تمام، فبتشكركم لحسن المتابعة وهذا كان الفيديو تبعي لليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملونا لايك وتشاركوا الفيديو. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.